السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأنسام والطير شادية، وسل هذه الأكوان والأرض والسما، وسل كل شيء تسمع الحمد لله سارية. فالحمد لله الذي من علينا بصحبتكم وطيب لقائكم، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة. معكم محدثتكم الأستاذة صفا محمد علي من فريق التقديم في منصة أريد الدولية. يسر منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية وغيرها، وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة، أن نقدم لكم جلسة حوارية بعنوان قراءات في رواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه، المتوجة بجائزة مكتبة سلمى الثقافية للسرد للعام 2022 للكاتب المغربي الدكتور منير بن رحال. وإن أعظم الحب هو الذي يكون من الله، فإن أحبك الله أسعدك ونصرك وأجاب دعاءك وأزال همك وأزاح غمك وألقى بقلوب الناس حبك. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم ويحبونه. ورد في الحديث الشريف إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، إلى آخر الحديث من صحيح البخاري ومسلم. لينال العبد رضا الله ونعيم الآخرة بسبب طاعته لله سبحانه وتعالى، ويبقى له ذكر صالح فتميل إليه القلوب والمخلوقين. وسنبدأ معكم برحلتنا المشوقة في ثنايا صفحات الرواية إلى عوالم مشوقة مليئة بالمفاجآت والأحداث، ونكشف لكم تفاصيل مذهلة بأسلوب مشوق لمعرفة ما الذي سيحدث في الصفحة التالية المليئة بالأحداث، لعلنا نجد الإلهام لقصصنا الشخصية ورحلاتنا، ولنتبادل الانطباعات والتحليلات التي تثيرها الرواية فينا. فالمغامرة تنتظرنا، والكلمات تنتظر أن تأخذنا في رحلة لا تنسى. ونبدأ مع سعادة الأستاذة خديجة علالي من جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، متخصصة باللسانيات، ولها عدة إصدارات ومقالات علمية، أبرزها منهجية تدريس اللغة العربية للصينيين، وأيضا إصدار كتاب اللغة العربية في الصين ودراسات تأصيلية، وترجمة كتاب ديوان جميل الغياب جميل الحضور من العربية إلى الصينية، ومجازة في اللغة الإنجليزية والصينية، وحاصلة على شهادة الماستر في اللسانيات التطبيقية والدكتوراه في اللسانيات، وشهادة من جامعة أكسفورد تدريس باستعمال التقنيات الحديثة، وشهادة من جامعة شانغهاي بالصين في اللغة الصينية. ونتشرف ونسعد بوجودها معنا برفقة كوكبة طيبة من الأساتذة المبدعين. تفضلي سعادة الأستاذة خديجة في إدارة هذه الجلسة لهذا اليوم، معكم الصلاحية كاملاً. بسم الله، السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تحية قرائية للحضور الكريم. أود أن أشكر منصة أريد الدولية على هذه اللمة العلمية المتميزة، والشكر أيضا موصول لأستاذنا الفاضل الأستاذ منير بن رحال، هو أستاذ المدرسة في المدرسة الوطنية للتفسير. هو كاتب ناقد وشاعر، له عدة إصدارات أدبية وفاز بعدة جوائز وطنية.
عضو أيضا في عدة مختبرات علمية، ومدون في العديد من المجلات والمواقع الإلكترونية، ومحاضر في ندوات وطنية ودولية. مرحبا بك أستاذ منير بن رحال. إذن شكرا لك. العفو أستاذي الفاضل، إذن هذه الجلسة العلمية لتقديم رواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه للكاتب المبدع منير بن رحال. هذه الرواية الفائزة بجائزة سلمى الثقافية للسرد سنة 2023. تقول بطلة الرواية: ظللت أسيرة لكلمات جلال الدين الرومي، بغير هذا الحب لا نكن. صرت أردد كمجنونة: هل نحب لأننا نريد أن نحب، أم لأننا مضطرين لأن نحب، أم لأننا بحاجة لأن نحب؟ تأتي محطات في الحياة مثل مفترق طرق كبير، طرق كثيرة متشابهة، عليك أن تختار فيما بينها، ومن الصعب عليك أن تحدد كيف تعرف الخيار الأفضل، كيف تدرك النهاية المشرفة من بدايات متشابهة. إذا موضوع هذه الجلسة العلمية والتي تعددت فيها القراءات للنص الروائي لكونه يعكس عدة أبعاد روحية ونفسية وتاريخية واجتماعية، ومن خلالها سنقوم باستشفاء عدة إشكاليات متعددة من أجل الوصول إلى الحلول الممكنة ولو بالتراضي لكي نحافظ على قيمة الحب. إذن من خلال هذه الجلسة سيقدم السادة المشاركين وجهات نظر مختلفة في متن رواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه. ونستهل المشاركة قبل أن أستهل المشاركات أعطي الكلمة لأستاذنا الفاضل منير بن رحال. تفضل أستاذي. شكرا 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 أستاذة خديجة على هذا التقديم، وأشكر بداية منصة أريد على هذه اللمة الثقافية والعلمية التي ألفناها صراحة منذ أكثر من 8 سنوات، واليوم نتوجها بهذه الجلسة التي نناقش فيها روايتي الجديدة. أنا مدين لكل الذين قرأوها أو سيقرؤونها بكثير من الحب. ما دام موضوعنا هو الحب اليوم فسيكون تيمة أساسية، خصوصا أن الرواية تتناول هذا الموضوع الشائك من ناحية كونه حاجة وليس فقط يعني ترفا يعني ثقافيا. فنحن نحب أنفسنا، نحب الله، نحب الآباء، نحب الأبناء، ونحب الشريك الذي يرافقنا في هذه الحياة. لا أدري هل أعطي فكرة عن الرواية أم أجيب عن أسئلة معينة، ولكن ما يدور في بالي الآن في هذه اللحظة هو لماذا كتبت هذه الرواية؟ فأنا لم أكن مخيرا صراحة، لم أكن مخيرا، الرواية فرضت نفسها علي من خلال شخصيتها الرئيسية، وأنا أفشي الآن سرا إبداعيا أنها رواية حقيقية لشخصية موجودة فعلا، لن أكشف عن حيثياتها، ولكن ماريا الاسم المستعار هي امرأة فعلا موجودة، ومامون أيضا موجود، وبالتالي فأنا كتبت أشياء موجودة فعلا، وهذا الحب فعلا وجد، وكانت صعوبة إقناع العالم به أن تكون امرأة مقطوعة النسب أو لديها مشاكل في النسب وتجد نفسها بدون أسرة فجأة، ثم تجد نفسها وحيدة فجأة، ثم بعد ذلك في رحلة طائرة وبعد سنين من العذاب تجد مامون الذي كان قد وعدها بالزواج يجلس قربها، فعلا يعني أكثر من مفاجأة، هذه صدمة حقيقية لأي إنسان. ولذلك العنوان جاء نوعا ما هو دعوة وكذلك فتح للأفق، فسيجدك الحب حينما لا تتوقعه، هي في الحقيقة عبارة قالها شمس التبريزي لجلال الدين الرومي، جلال الدين الرومي الذي يحضر في هذه الرواية منذ بدايتها حتى نهايتها، لأن البطلة ماريا
يعني تعشق هذا الشخص الشيخ الكبير، وكذلك تلتفت كثيرا إلى الحكم التي أوردتها خلال الرواية، مثل حكم أبي عطاء الله السكندري، وكذلك كثير من حكم بلغاليا التي قامت بتربيته. إذا فلن أقول كل شيء، أترك بعض الكلام وكثير من النقد للأساتذة والأستاذات، وهذا كل ما لدي أستاذ خديجة. نعم، إذا نستهل أستاذ منير بن رحال، نستهل المداخلات بمداخلة الأستاذ أحمد رزيق، وهو أستاذ تعليم العالي، كاتب أيضا، ناقد ومدون في عدة منابر إعلامية. إذا مداخلة الأستاذ أحمد رزيق الموسومة بمداخل لقراءة الرواية الحديثة. إذا فلتتفضل أستاذي الفاضل، أستاذ أحمد رزيق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أجزل أولا الشكر للقائمين والساهرين على هذا المنبر، منصة أريد الدولية أو أريد الدولية. الشكر للمقدمة صفاء، والشكر كذلك للأستاذة الفاضلة خديجة على تقديمها المميز. الشكر كذلك لمن أتاح لنا فرصة قراءة هذا العمل بأن هيأه لنا ووضعه بين أيدينا. لا أخفيكم سرا أنني كنت ضمن اللجنة المحكمة لهذه الجائزة، كنت عضوا في هذه الجائزة، وكان الإعجاب مشتركا بين جميع أعضاء اللجنة التي أشرفت على هذه المسابقة، مسابقة مكتبة سلمى الثقافية بتطوان. بطبيعة الحال أحب أولا أن أشير إلى أن هذه المكتبة هي من أنشط المكتبات بمدينة تطوان، من حيث أولا نشرها لمجموعة من الأعمال تكاد الآن تناهز أو تفوق تقريبا 300 عمل، موزعة بين دراسات في الآداب وإبداع ودراسات في الفكر كذلك إلى غير ذلك من الجوانب، وتقيم جائزة كل سنة تخصصها لجانب من الجوانب. في سنة معينة خصصت جائزتها للشعر، في 2022 خصصت جائزتها للسرد، وهكذا دواليك. لذلك كنت سعيدا بأن قرأت العمل مرتين اثنتين، مرة أولى حينما كنت مسؤولا عن لجنة الجائزة أو لجنة المسابقة، مسابقة مكتبة سلمى الثقافية للنشر، ومرة ثانية حينما طبع هذا العمل وحصلت على نسختي منه. أنتقل مباشرة بطبيعة الحال، العنوان الذي اخترته لهذا العمل أو لدراسة هذا العمل وقراءة هذا العمل هو مداخل لقراءة الرواية الحديثة. أشير أولا إلى أن الدكتور منير بن رحال قادم من اللسانيات، بمعنى أنه رجل لغة، رجل دراسات لغوية، رجل نحو، رجل إلى غير ذلك، وقد اقتحم مجال السرد ليس بعمل واحد ولكن بعملين روائيين اثنين لحد الآن. العمل الروائي الأول وسمه بشمال الروح يزهر ربيع آخر، هذا ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية أنه يشاء القدر أن أعماله حينما تصدر تحصد جائزة من الجوائز، ذلك أن الرواية الأولى فازت بجائزة القناة الثانية سنة 2015 فيما أذكر، وليصحح لي سيدي منير. الرواية الثانية التي هي موضوع دراستنا الآن، سيجدك الحب حينما لا تتوقعه، هذه كذلك حصدت الجائزة، جائزة مسابقة مكتبة سلمى في السرد لعام 2022. وأن تنال هذه الجائزة، سواء الجائزة الأولى أو الجائزة الثانية، هذا لا يتأتى إلا لعمل حاز مجموعة من الخصائص والمحددات التي تتفق عليها لجنة المسابقة،
لا يخفى كذلك أن المسابقتين معا، سواء التي نظمتها القناة الثانية في 2015 أو التي نظمتها مكتبة سلمى الثقافية للنشر سنة 2022، تكون أو تقدم إليها مجموعة من الأعمال، ليس هناك عمل واحد. أنا أعطي مثال فقط، مثلا الجائزة التي كنت أرأس لجنتها كانت مفتوحة، أو الجائزة كانت مفتوحة في وجه مشاركات ليس فقط من المغرب ولكن حتى من خارج المغرب. تلقينا مشاركات من السودان، مشاركات من تونس، مشاركات من موريتانيا، مشاركات من دول خليجية متنوعة كذلك، معنى أن تفوز الرواية بهذه المرتبة، الجائزة الثالثة أن تفوز بهذه المرتبة، معنى ذلك أنها كانت في مستوى مميز. الأمر الثالث الذي أحب أن أشير إليه تمهيدي للحديث عن المداخل عموما هو الاختيارات العنوانية، وقد سقت الإشارة إلى العنوانين معا. عنوان العمل الأول كان شمال الروح يزهر ربيع آخر، عنوان العمل الثاني سيجدك الحب حينما لا تتوقعه. لاحظوا معي هذا الميل الواضح إلى الجمل المركبة، شمال الروح يزهر ربيع آخر، سيجدك الحب حينما لا تتوقعه. فالروائي منير بن رحال رسم لنفسه اختيارا جماليا محددا يجسده أولا أو يدشنه أولا انطلاقا من اختياراته العنوانية، التي لا شك أن المهتمين بالأعمال السردية سيقفون عليها مطولا، خاصة إذا ما صدر لأستاذنا الفاضل كذلك عمل روائي ثالث. أتمنى أن يحافظ على نفس النسق الذي يختاره لعنوانة أعماله. أمر آخر كذلك يحدد سمات بارزة في الكتابة الروائية لدى سيمونير بن رحال. سيمونير بن رحال لا يميل إلى الرواية الصاخبة، أو الرواية كما ينعتها البعض الرواية الضاجة، ويختار بدل ذلك رواية الصوت الواحد أو المونوسردية كما أسميها. وقد يوحي عمله الأول الذي أشرت إليه، الذي فاز بجائزة القناة الثانية والذي عنوانه بشمال الروح يزهر ربيع آخر، يوحي هذا العمل الأول بعكس ذلك من حيث اختيار منير بن رحال لشخصيات متنوعة، لكن قارئ الرواية يكتشف أن لأصواتها رغم تعددها، أنا أتحدث عن العمل الأول، رغم تعدد هذه الأصوات رجع صدى واحد لا ثاني له ولا ثالث. لذلك أقول بأن الاختيار الذي يتبناه الدكتور منير بن رحال سواء في عمله الأول أو في عمله الثاني هو اختيار يتحرك في اتجاه محدد، هو رواية الصوت الواحد، بعيدا بطبيعة الحال عما أسميته بالرواية الصاخبة أو الرواية الضاجة التي تتآلف فيها بطبيعة الحال. نعتها بالرواية الضاجة أو الرواية الصاخبة، هذا ليس قدحا في هذه الأعمال، ولكن هذا اختيار جمالي من اختيارات نجدها في ساحة الإبداع السردي. الصوت السردي الذي يحضر في روايته الثانية هو صوت ماريا الباحثة عن حب حقيقي في زمن سادت فيه التفاهة والفساد. لذلك لا نجد أصواتا متنوعة حتى بالنسبة للعمل الثاني، ولكن نجد صوتا واحدا من بداية العمل إلى نهايته، وهو ما يزكي ما أسلفت الإشارة إليه من ملمح اختيار جمالي محدد يتمثل في الابتعاد عن الرواية الضاجة أو الصاخبة واعتماد رواية الصوت الواحد أو المونو سردية. الكتابة الروائية إذن في العملين معا هي كتابة هذا الملحظ الآخر الذي يمكن كذلك أن نعتبره مدخلا من المداخل لقراءة هذا العمل وقراءة العمل السابق. أعيد، قلت الكتابة الروائية في العملين معا هي كتابة الانتصار للمرأة، وستتحدث
الأستاذة الفاضلة بنيتي الصابري، أنا أحرص على أن أنعتها ببنيتي الصابري، ستتحدث عن حضور المرأة وعن تجلية هذا الحضور، لذلك لن أخوض في هذا الجانب. قلت هي كتابة الانتصار للمرأة لاختياراتها القيمية الراقية ومواقفها المصادمة للسائد الذي صنعته تحولات مست جوهر الإنسان في العمق. طبيعة الحال لن أطيل في الحديث عن الانتصار للمرأة، ويكفي أن نعود إلى الرواية لنقف على تجليات هذا الحضور وعلى صور هذا الحضور وعلى العلاقات التي نسجتها المرأة بمحيطها، وكيف نسجت هذه العلاقات، ما هي تجليات هذه العلاقات، الصور التي تتخذها هذه العلاقات، نظرتها للرجل إلى غير ذلك. هناك جوانب كثيرة جدا سأعرض عنها وأضرب صفحا عنها، لأن بنيتي ستتحدث عن هذا الموضوع. أحببت كذلك أن ألح على عجل، بطبيعة الحال ما أشير إليه هي عبارة عن نقط ألخصها تلخيصا. مدخل آخر هو مدخل اللغة في الرواية، وهو من المداخل المحورية التي، وبطبيعة الحال لا يمكن أن نغفل الإشارة هنا إلى أن الكاتب رجل متخصص في المجال، مجال اللغة. أعيد، قلت هو مدخل من المداخل المحورية التي أولا خلقت للنص الروائي انسجامه الداخلي، ثانيا كشفت عن تمرس الكاتب بمثل تلك الاختيارات التي تبناها على مستوى الكتابة الروائية، ثالثا كشفت عن قدرة منير بن رحال على مسايرة الإيقاعات السردية وتحولاتها بما يناسبها من اختيارات لغوية. لا شك أن العمل الروائي لا ينتظم وفق إيقاع سردي واحد، وإنما تتخلله إيقاعات سردية مختلفة ومتنوعة، تتنوع تختلف بحكم التحولات التي تعرفها الشخصيات، بحكم تطور الأحداث إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال السي منير في روايته هذه يبدو مسايرا، أو في اختياراته اللغوية يبدو مسايرا لهذه الإيقاعات السردية ولتحولاتها بما يناسبها. الأمر الرابع المرتبط كذلك بهذا المدخل الذي هو مدخل اللغة هو نفي الاعتباطية، أو نفي اعتباطية الاختيارات عموما. الاختيارات اللغوية داخل المتن الروائي سيجدك الحب حينما لا تتوقعه، هي اختيارات مؤسسة إذا شئنا القول، تبتعد عن الاعتباطية، تبتعد عن العشوائية. أسوق في هذا الباب مثالا من اختياراته للأسماء مثلا، فاختياره لاسم ماريا مثلا ويندرج ضمن هذا السياق الذي أتحدث عنه لم يكن اعتباطيا. أقرأ في الصفحة 48 مثلا: أما أنت يا أمي فبقيت وفية لذكراي، أم أنه وفاء لذكرى أب رحل أو أب رحل فجأة دون وداع دون أن أعرف معنى الرحيل، فسميتني ماريا كأني أحس غربة مريم عليها السلام وسط بهتان القائلين، أرحل كما ترحل الطيور المهاجرة عند انتهاء الربيع، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. وهناك إشارة أخرى كذلك إلى هذا الاختيار، أو إلى اختيار هذا الاسم في محطات لاحقة. معنى ذلك أن الاختيارات اللغوية في عمومها التي يتبناها سيدي منير بن رحال ليست اختيارات عشوائية، ليست اختيارات اعتباطية، ولكنها اختيارات مؤسسة. وقد تجلى ذلك، هذا المستوى اللغوي الذي تحدثت عنه وفق هذه الملامح الأربعة، تجلى ذلك في تنوع مستويات اللغة على امتداد المتن الروائي، بحيث أن الاختيارات اللغوية أو اللغة لا تتحرك في المتن الروائي على وزان واحد، ولكن تتحرك باختلاف، كما أشرت إلى ذلك،
باختلاف الإيقاعات السردية وتحولاتها. أسوق في هذا الباب مجموعة من الأمثلة. ففي السياقات التواصلية العادية مثلا نجد مستوى لغويا معينا، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا نقف عليها بالخصوص في السياقات الحوارية. مثلا في الصفحة 71 مثلا من الرواية، الصفحة 71 من العمل الروائي، في المساء وأنا أتمالك قلبي فإذا بالهاتف يرن. ألو الآنسة ماريا. نعم من معي؟ أنا فريد، آسف إذا أزعجتك، لكن كان لابد أن أتصل لأبين لك موقفي. لا بأس، أنت أستاذي على كل حال، إلى غير ذلك. إذا في هذا السياق الحواري تلاحظون أن اللغة التي يتبناها منير بن رحال هي لغة تنسجم مع هذا الإيقاع السردي. سياق ثان وهو السياق التأملي. في السياقات التأملية في الرواية وهي كثيرة جدا وتتخلل الرواية من بدايتها إلى نهايتها، ولنا عودة للحديث عنها إذا فضل هناك شيء من وقت. قلت في السياقات التأملية ترقى اللغة إلى مستوى من الشفافية المعبرة عن متخلجات النفس. يمكن أن نعود هنا إلى مجموعة من الصفحات، قلت لأن السياقات التأملية هي كثيرة جدا، مجموعة من الصفحات من بينها مثلا الصفحة 107 مثلا، حيث يقول: أحيانا نكون بحاجة إلى الصمت لنضمد بعض الجراح ونطبطب على قلوبنا المتعبة من كثرة القيل والقال. نعم نحن بحاجة لبعض الوقت لنعرف الله، إلى غير ذلك. إلى غير ذلك. يمكن مثلا نمثل بما نقف عليه في تأملات أخرى في الصفحة 41 إلى غير ذلك من الصفحات. هذا عن السياق التوظيفي الثاني للغة. السياق الثالث، هناك سياقات كذلك علمية اقتضت من منير بن رحال أن يتبنى اختيارات لغوية أخرى ليست اختيارات تواصلية وليست اختيارات ترقى باللغة إلى مستوى الشفافية المعبرة عن متخلجات النفس، ولكنها تنحو نحو هذا المنحى الذي ينسجم مع سياق أدرج فيه موقف علمي. مثال العودة مثلا للصفحة 88، في الصفحة 88 مثلا يقول: لأن دراسة علمية صدرت حديثا تؤكد أنه كلما قل انتقال عدوى التتاؤب إلى شخص ما، كلما زادت المؤشرات على أنه مضطرب وعصياني، والأنانية فيه إلى أقصاها، إلى درجة أنه يقتل المئات لينال ما خطط له وينويه. ويمكن كذلك أن نمثل على توظيف للغة هذه سمتها في سياقات علمية وردت في محطات أخرى من الرواية. سياق رابع آخر تتخذ فيه اللغة طابعا آخر وقد حضر كذلك بشكل مكثف في الرواية، وهو السياق التوثيقي. سياق التوثيقي نقف عليه بداية الرواية صفحة 7 حينما كان يتحدث عن وفاة ملك المغرب المرحوم الحسن الثاني رحمة الله عليه. في الصفحة 39 نعطي مثال مثلا، في الصفحة 39 حينما يقول: تم إعدام صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى العاشر من ذو الحجة الموافق 30 كانون الأول ديسمبر 2006، وقد جرى ذلك بتسليمه للحكومة العراقية من قبل حرسه الأمريكي تلافيا لجدل قانوني في أمريكا التي اعتبرته أسير حرب. هذا نموذج من النماذج التي يوظف فيها سيدي منير بن رحال لغة أخرى مغايرة تماما لما وظفه في سياق تواصلي، لما وظفه في سياق تأملي، لما وظفه كذلك في سياق علمي. حينما ننتقل إلى صفحة أخرى 178 أو غيرها من الصفحات، نجد أن لغة الموثق لحدث تاريخي معين أو للحظة تاريخية معينة هي السائدة وهي المهيمن. إذا هذا فيما يرتبط بالسياقات
المستوى الأول الذي هو المستوى أو المدخل الأول الذي هو المدخل اللغوي، وقد تجاوزت فيه العديد أو تجاوزت فيه عن ذكر العديد من النقط. الجانب ما عرفتش باقي معي مزيد من الوقت. نعم أستاذ أحمد رفيق، ما زال هناك 3 دقائق. مرحبا، نحاول نختصر إن شاء الله تعالى. المدخل الثاني الذي أحببت كذلك أن أركز عليه هو المدخل الحكائي. ولاحظوا أنني ابتدأت بالمدخل اللغوي انطلاقا من أن الرجل الذي نحتفل بروايته اليوم هو رجل لغة. المدخل الثاني هو المدخل الحكائي. بطبيعة الحال الرواية هي رحلة البحث الجميلة، سميتها هكذا، رحلة البحث الجميل أو رحلة البحث الجميلة نسبة إلى الرحلة أو وصفا للرحلة. أولا هو بحث عن حب حقيقي شكلته في وجدان ماريا موجهات كثيرة، لعل أبرزها ألف قراءتها لحكم عطاء الله السكندري، والمثنوي لجلال الدين الرومي، وهي الهدية التي تلقتها من الباب العربي بعد حصولها على البكالوريا، العودة إلى الصفحة 94. وتبدو سيرة ماريا وكأنها تسير على هدى هذه الحكم وهدى هذه الكلمات، بالعودة إلى صفحات 122 123 إلى غير ذلك نكتشف هذا الأمر. باء الموجه الثاني القرآن الكريم، بحيث أنه بالعودة إلى الصفحة 63 75، ما غاديش نعاود نرجع نقرأ الاستشهادات ولكن أكتفي بالإحالة هكذا، قلت بالعودة إلى الصفحة 63 75 وغيرها من الصفحات نجد بأن هذا الموجه كان له حضوره القوي كذلك في رحلة البحث الجميلة هاته التي قلت عنها أولا، هي رحلة بحث عن حب حقيقي شكلته في وجدان مريم موجهات كثيرة منها القرآن الكريم. جيم المقروءات المتنوعة، قرأت للعقاد، قرأت للعديد العديد مما يرد ذكره أو ممن يرد ذكر أسمائهم في صفحات 64 88 إلى غير ذلك. دال وجود أشخاص معينين في حياتها، شخصية أمي الغالية، شخصية أبا العربي مثلا، الحادثة عن شخصية أمي الغالية في الصفحة مثلا 114 مثلا تقول: شرحت لي الكلام الصوفي العميق وهي قد فهمته لأنها كانت تتقن لغة المحبة، فروحها شفافة وهي من علمتني فن الحياة. هذا عن أمي الغالية. عن أبا العربي نجد كذلك مجموعة من الإشارات تتخلل الرواية وتكشف عن الدور الذي لعبه أبا العربي في تشكيل هذه الرغبة في البحث عن حب أو في انطلاق إلى رحلة البحث عن حب جميل. وهو ما جعلها هذه الاختيارة، وهو ما جعلها تتخذ مواقف قوية في علاقاتها بكل من طلبوا ودها، وتؤسس لصورة مشرقة لحب آخر غير الحب الذي تحدث عنه الدكتور فريد، أو الحب الذي مثلا تحدث عنه كذلك المثقف الكبير الراغب في زواج المتعة. ثانيا هذا البحث الأول الذي هو رحلة البحث عن حب حقيقي أو حب جميل. ثانيا هي رحلة بحث عن الأصول في حدودها الأسرية، وقد بدأت هذه الرحلة بعد وفاة أمي الغالية، تعودون إلى الصفحة 115 للوقوف عن هذا الأمر، والعودة للصفحة 115 هذا منتصف الرواية تقريبا، وكأن القارئ أو كأني بسيدي منير بن رحال يجزئ هذه الرواية إلى جزئين. لقلنا 115 معنى ذلك أن الرواية في كلها راه فيها 240 صفحة، 115 هو نصف الرواية. النصف الأول فيه وقوف مطول عن رحلة الحب أو الرحلة التي تبحث فيها ذات ماريا عن حب جميل أو عن حب حقيقي. من 115 وما تلاها بمعنى الجزء الثاني من الرواية هذا يخصص لرحلة البحث عن الأصول في حدودها الأسرية.
قلت بدأت هذه الرحلة بعد وفاة أمي الغالية منتصف الرواية تقريبا، وكأن القارئ أمام رحلتين تتوازيان كميا وكيفيا. بعد 40 سنة تفتح ماري الصندوق لتبدأ رحلتها صوب الأصول 1975 2015، وقد كان لب العربي في فك أسرار الصور صفحة 132 دور كبير جدا، وهي رحلة بحث جميلة لأنها توجت في خطيها، خط الحب وخط الأصول، بنهاية جميلة. خط هذاك الشيء اللي سميتها في الأول بأنها رحلة البحث الجميلة، خط الحب توج بالزواج بالمامون، وخط البحث عن الأصول توج بالتقائها بأختها سلام يوسف ووقوفها على قبر أمها صفحة 201. ومن جميل البناء الذي انجزه صديقي سيدي منير بن رحال في هذا العمل الروائي، خاصه في بناء هذا الجزء بالضبط، هو حاله تشاكل على مستوى اصول ماريا وسلام يوسف او سلام يوسف. ماريا وسلام التي تعيش بفلسطين القدس بالضبط، تنحدران من أم واحدة هي راشيل. ماريا هي ابنة أب مغربي توفي في 1975 دفاعا عن قضية وطنية هي قضية الصحراء المغربية، وسلام يوسف تنحدر من أب فلسطيني مات هو الآخر من أجل القضية الفلسطينية. هذا البناء اللطيف جدا يدل دلالة قاطعة على أن الروائي وهو يشتغل على روايته لم يكن موجها باعتباطية أو عشوائية، وإنما كان يفكر في مثل هذه، في خلق مثل هذه المتوازيات، سواء على مستوى بناء الشخصيات، سواء على مستوى الأحداث، سواء على إلى غير ذلك. إذا فضل هناك من وقت، إن لم يفضل أشير إلى العناصر الأخرى التي أو المداخل الأخرى التي وقفت عليها في هذه الدراسة. كنت وقفت كذلك على مدخل الفقد، وصور الفقد في الرواية كثيرة ومتنوعة، يمكن أن نعود إليها إذا شئتم. وقفت كذلك على مدخل آخر هو مدخل التأمل، ونقطه كذلك كثيرة في هذا النص الروائي، وعلاقته بالتصوف أو الخلفية الصوفية التي يستحضرها منير بن رحال واضحة وبينة. أكتفي بهذا القدر رأفة بالمتتبعين، وأشكر لكم سعة صدركم على تتبع هذه المداخلة، وآمل أن تتاح لي فرصة لنشرها كاملة. شكرا. نعم أستاذ أحمد رزيق، وفيت وكفيت في قراءتك لرواية أستاذ منير بن رحال، ذات الأسلوب المتميز، ذات الأسلوب اللغوي السلس. إذا الآن ننتقل إلى الأستاذة هاجر الصبيري، وهي أستاذة سلك الثانوي، خريجة ماستر لسانيات عربية تطبيقية وباحثة في سلك الدكتوراه. يشهد للأستاذة هاجر الصبيري بالنشاط وحبها لحضور الفعاليات الثقافية والأدبية. ستتناول الأستاذة هاجر الصبيري رواية أستاذ منير بن رحال، أو ستتناول تيمة المرأة خلال رواية الأستاذ منير بن رحال. فلتتفضلي السلام أستاذة عليكم. هاجر، لك الكلمة. السلام عليكم، عليكم السلام. الصوت مسموع جيدا؟ نعم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذة خديجة على هذا التقديم الرائع. شكرا لمنصة أريد التي جعلتنا نحتفل بالدكتور منير ومولوده. لي كل الشرف بالمشاركة في هذا الاحتفال، كما أبارك بدوري للدكتور أستاذي منير بن رحال وأرجو له كامل التوفيق. أيضا أشكر أستاذي ووالدي العزيز الذي يشرفني أن أناديه هكذا، الدكتور أحمد رزاق، وباقي الزملاء المشاركين، وأنا سعيدة بالمشاركة معكم في هذه القراءة. مداخلتي عنوانها هو المرأة في روايتي سيجدك الحب حينما لا تتوقعه. لكن قبل ذلك
لو سمحتم سأقدم لمحة قصيرة حول الرواية لأنتقل بعد ذلك إلى المرأة في الرواية. رواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه هي رواية للدكتور والشاعر والروائي المغربي منير بن رحال، عدد صفحاتها 240 صفحة، حاصلة على الجائزة الثالثة لمسابقة مكتبة سلمى في السرد لعام 2022. تتكون الرواية من 25 محورا، يضم كل محور فترة زمنية محددة بعناوين مختلفة مع تحديد الزمان والمكان. تبدأ أحداثها في 23 يوليوز 1999 في المغرب، وتنتهي في خريف 2018 في باريس. تعالج الرواية مجموعة من القضايا المختلفة، أبرزها المرأة، المرأة في المجتمع، المرأة في الجامعة، المرأة في العمل، المرأة وسلطة الرجل، المرأة في مختلف علاقاتها الاجتماعية، وأيضا المرأة وعلاقتها مع نفسها. فنجد البطلة ماريا التي عاشت فترة زمنية مليئة بالأحداث والطموحات والمشاكل، كانت دائما قوية، مؤمنة، تواصل النهوض ولا تستسلم. لقد حاول الكاتب أن يوصل لنا رسالة عن قوة المرأة وطموحها وإرادتها وعزيمتها رغم العديد من الصعاب التي قد تواجهها في الحياة. لقد كانت الرواية مليئة بمجموعة من المحطات التاريخية المختلفة التي أثرت على حياة هذه المرأة. فالمرأة الحقيقية هي التي تتغذى من محيطها بطريقة إيجابية، تستمد من تاريخها ومجتمعها وثقافتها القوة من أجل أن تطور نفسها وتكون مختلفة وقوية. بدأ الكاتب بمرحلة مهمة في تاريخ المغرب، وهي موت الملك الحسن الثاني رحمه الله، ووصف الحزن الذي حل على المغاربة، وكيف انتقل الحكم إلى ابنه الملك محمد السادس. أيضا تحدث الكاتب عن الحرب الأمريكية والقدس وإعدام صدام وحروب البلدان العربية ومجموعة من الأحداث العالمية والتاريخية التي جعلتنا نتعرف على جانب تاريخي مهم مر به العالم بين سنة 1999 وسنة 2018، والذي كان له تأثير قوي على البطلة ماريا. مع كل هذه الأحداث وفي كل هذه السنوات، كانت ماريا تلك الشابة والمرأة المؤمنة الراضية بقضاء الله وقدره، التي عاشت مجموعة من الصراعات في مجتمع يرى المرأة ربة بيت لا أكثر، وشعور بالوحدة بعد موت الأم، والتعامل مع رجال لا يهمهم سوى الجسد. ولكن مع كل هذه الظروف، كانت ماريا تلك المرأة المثقفة التي تأخذ من العمل والدراسة وسيلة لتتجاوز بها المحن والمشاكل. كانت دائما ما تبحث عن بريق الأمل في سجدة، في دعاء، في كتاب. وهنا لاحظنا كيف أن الكاتب استعان بمجموعة من الاقتباسات الدينية والأدبية التي رافقت حكاية ماريا منذ البداية. كانت ماريا تلك الفتاة المؤمنة، العاطفية، المثقفة، المكافحة، كرامتها فوق كل شيء حتى لو كان نجاحا في دراستها أو عملها. أكملت دراستها حتى تلك الدكتوراه تخصص فيزياء، وكالعديد من الفتيات اللواتي لطالما أردن رجلا شهما محترما مثقفا يكملن معه بقية حياتهن. لكن ماريا لم يكن حظها وافرا في هذا الموضوع، إلا بعد تجاوزها 30 من عمرها مرت بالعديد من الصعاب، خصوصا كفتاة تكبر دون زواج في مجتمع تقليدي يرى الرجل أساس استمرار المرأة. لكن ماريا لم تكن لترضى بأي رجل فقط لإرضاء المجتمع. للمرأة دور مهم ليس فقط في المجتمع بل مع نفسها ومع جنسها أيضا.
لقد كان دور الأم في هذه الرواية بارزا جدا، فوالدة ماريا أمي الغالية تلك المرأة التي لم تتعلم في المدرسة، لكنها تعلمت في فصول الحياة المختلفة. كانت أما وصديقة لابنتها التي لطالما ساندتها ودعمتها، وكانت المنديل الذي يمسح دموعها التي ذكرتها بالله دائما. وهذا ما يبين ويؤكد دور الأم في حياة كل طفل عامة، وفي حياة كل طفلة خاصة. فالأم هي من تزرع القوة والشجاعة في فتاتها، حتى وإن لم تكن تجيد القراءة والكتابة مثل أمي الغالية، التي لطالما كانت الأم والأب والصديقة والأخت لماريا. كانت الملاذ الآمن لها، وبالتالي كانت ماريا دائما تعود لها وتحكي لها أسرارها وتستشيرها في حياتها الخاصة. لقد كانت أمي الغالية تستطيع بكلماتها وحضنها أن تجعل مصائب العالم مجرد أحاديث، وهذا هو دور المرأة الحقيقي، أن تكون أما صالحة. نجد المرأة في دور الصديقة أيضا، فقد كانت مي تلك الصديقة المخلصة الصادقة التي حتى لو فارقت السنين بينها وبين ماريا، لكن ما أن احتاجت لها حتى كانت سندا. فالصداقة كما شهدنا في الرواية لا تعد بكثرة الأحاديث واللقاء، بل بالمواقف الصادقة. المرأة أيضا تكون في دور الأخت، الأخت الكبرى، ونجدها في الرواية في شخصية سلام، الأخت التي تعد السند الحقيقي. فالأخت هي الأم الثانية والرفيقة لكل فتاة. نجد المرأة في جانب آخر في شخصية ملك ماريا، تلك الابنة البارة، التي مع معرفتها لحقيقة تبنيها، إلا أنها ظلت مخلصة لعائلتها وبحثت عن عائلتها الحقيقية، فلم تحكم عليهم دون محاولة الوصول إلى الحقيقة. وأخيرا، لا يقال عبثا أن المرأة هي نصف المجتمع. ماريا في روايتنا كانت المثال الأقوى لذلك، بعاطفتها، بأفراحها، بأحزانها، بمشاكلها وبنجاحها. لم تكن لتستسلم أبدا، وإن شعرت بذلك في بعض الأحيان. ساعدها في ذلك قربها من الله عز وجل، مطالعتها، عائلتها ودراستها وعملها. لا حدود لأحلام المرأة، لقدرتها على المضي قدما إذا أرادت ذلك وآمنت بنفسها، فهي تستطيع أن تحقق ما اتفق المجتمع على أنه غير قابل للتحقيق. تستطيع كسر الحواجز وخلق الفرص والاستثناءات. وشكرا جزيلا لكم. العفو أستاذ هاجر، تحليل موفق لرواية أستاذ منير بن رحال. تناولت صورة المرأة وأسهبت في تناول جميع القضايا وقضايا المرأة وأدوارها المختلفة خلال رواية أستاذ منير بن رحال. إذا المتدخل التالي هو الأستاذ يونس ديدي، هو أيضا خريج ماستر لسانيات عربية تطبيقية، أستاذ التلك الثانوي. الأستاذ يونس ديدي يميل كثيرا إلى أو يجمع ما بين اللسانيات وعلم النفس. سيتناول الذات تيمة الذات المستباحة خلال رواية أستاذ منير بن رحال. تفضل أستاذ يونس ديدي. أولا شكرا جزيلا على هذه الحقيقة، سعيد جدا أن أكون هذه القراءة الثانية التي أعتقد على أنها ستقدم يعني نظرات مختلفة من أجل أن مجموعة من الأشياء. الحقيقة أثرت أن تكون مداخلتي يعني لها طابع نوعا ما تلك الفلسفة الإلغائية، بعض المفاهيم محفورة في بنية الرواية على المستوى
الدلالي. ايضا هنا مجموعه من الاشياء التي نعتقد على انها مهمه جدا، وسوف يكون لها يعني تاثير نوعا ما من اجل ان نفهم مضمون وطبيعه الروايه في سياق اكبر، انه ماذا يخفى عليكم على ان الروايه اطار من اجل البوح، واطار من اجل الاعتراف، واطار من اجل ايضا تبادل الافكار الجيده. الان حتى من وجهه نظر العلوم العصبيه الادراك التكنولوجيا العصبيه، على ان الافكار لا فقط من الدماغ، وانما الافكار ليس من بيولوجيا او كيمياء الدماغ، بل الافكار اساسا الافكار الجيده التي نتقاسمها مع بعضنا البعض. وحتى قيل على ان اوروبا تطورت لانها انتقلت من شرب الخمر الى المقهى والشاي، شرب القهوه والشاي. ليست الفكره فقط انها مساله الشرب لا، وانما التجمعات المصاحبه لتلك العمليه، وبالتالي يكون هناك نقاش وبالتالي هناك افكار. فتبادل الافكار هو الذي المعرفه، وهو الذي يطور ايضا يعني التحليلات، او يقدم بالاحرى التحليلات تبدو عن. اذا اخترت الذات السباحه كمفهوم جورجيو اغافي، وهو فيلسوف ايطالي، وهذا المفهوم الذات السباحه هو نتاج فلسفه اكبر وفيما يسمى الحياه العاريه. اغافي بهذا المفهوم كيف ان السلطه او المؤسسات القائمه تجر الانسانيه وقد تذوب العلاقات، او هذا النوع من العلاقات الانسانيه قد تصبح نوعا ما مؤسسات هي، لدرجه ان الانسان يفقد قيمته. قيمه الحب تاتي لكي تعيد الاعتبار لهذا الكائن الحي، وتحوله من كائن بيولوجي الى كائن يستحق الاحترام. في رواية حتى يجدك الحب، يعني تجلت لنا مثل هذه التمظهرات، كيف أن ماريا كان ممكن تعرضت أو تم إساءة أو تم تحويلها في مرحلة، أو يعني سياقات متعددة، لتحويل جسدها إلى موضوع مع الأسف. هذه العملية هذه مع الأسف يعني أستاذ يونس، عفوا الصوت في تشويش بعض الشيء، يا ريت إنه لو في لاقط أو المايكروفون، لأنه الصوت يعني فيه تشويش. شويش. نعم لا أعرف مصدر هذا، ولكن إذا سمحت بدقيقة يعني الآن جيد الآن الصوت يسمع؟ ما زال التشويش والله أستاذ يونس. أعرف أنه الصوت غير واضح، لكن ربما دقيقة فقط. تفضل أستاذ، تفضل، وعذرا نعم. للمقاطعة. نعم. لا العفو العفو العفو. نعم. الآن جيد جدا. ما زال للأسف ما زال يزال مشوش. نعم. مشوش. تويت. فقط دقيقة واحدة، نحن نعمل الآن على إصلاح الصوت. تفضل أستاذ، وعذرا مرة أخرى عن المقاطعة. دقيقة فقط. الصوت الآن جيد؟ نعم ممتاز. نعم الآن جيد. سأعيد باقتضاب، لأنه لا أعرف ما معنى الأفكار، يعني كم الأفكار التي يعني تم تقاسمها، ولكنني تحدثت آنفا حول أنني سوف أتحدث عن الرواية بخلفية نوعا ما، أو من خلال مفاهيم إجرائية فلسفية، حتى يعني ننظر إلى جوانب أخرى في هذه الرواية، لعلنا نصل إلى مسارات يعني
قد تفتح لنا آفاقا جيدة. رواية سيجدك الحب إذا نظرنا إليها في السياق الأكبر، من وجهة نظر يعني بعض الفلسفات الحديثة أو بعض الرؤى أو التحليلات الحديثة، أن هذا الحب أن هذا هو نوع فيه نوع من إعادة الاعتبار إلى الذات الإنسان، وليس فقط النظر إليها كأنه جسد أو بيولوجيا قابلة للاستغلال أو تحويلها إلى موضوع، بل يجب إعادة الاعتبار، يأتي الحب لكي يعيد الاعتبار إلى تلك الذات التي يعني قد تتلاعب بها المؤسسات، ذات هي مع الأسف ضحية مؤسسات التي تحولها إلى أرقام، تحولها إلى إحصائيات. فجورجينيو أغامبي يركز على هذا الجزء، كيف نحول هذه الذات من كونها فقط مجرد بيولوجيا أو كائن حي إلى كائن يستحق الاعتراف. رواية سيجدك الحب قدمت لنا مجموعة من السياقات التي بينت بشكل لا يدع الشك أن جسد المرأة يمكن أن نسقط عليه مع الأسف تلك النظرة، سواء مع فريد الذي فاجأها، يعني تحول من شخص أستاذ يعني قدوة يحب المعرفة، لكنه في لحظة لم يستطع أن يقاوم تلك الأشياء التي يعني تفوق توقعاته، ودخل في اقتراحات لم تستصغها ماريا. وننظر أيضا إلى المثقف الذي قدم أنه كيف يحمل يقرأ كتب التدين، وكأن الكاتب يقول لنا أن كل تلك الأطور التي يعني نبني عليها هي مع الأسف تكون يعني غير دقيقة، ويكون فيها يعني نوع فيها نوع من عدم المصداقية في العمق. فالبطلة الآن تتعرض مع الأسف إلى هزة، إلى صدمة، هي تتمنى أن تجد حبا عذريا، لكن واقعها أقوى من الذات، الواقع يفوق توقعاتها، الواقع يفوق تلك الآمال. فلذلك يعني ندخل في هذه الأشياء، عنونت يعني مداخلتي في محورين اثنين. المحور الأول سميته الحب من مسافة الصفر، وكنت أقصد بهذه القولة يعني حب من مسافة الصفر هو أن شعور الكاتب كان ذكيا، لأنه لم يعبر على لم لم أخر فكرة أن فريد يحب تلك الطالبة، أو أنه نظر إليها نظرة مختلفة عن كونها طالبة فقط، وإنما مشروع وفق تصوره، وفق معاييره، وليس مشروع وفق معايير مجتمعية أو مشروع وفق رؤية ماريا. هو مشروع وحب من معايير فريد، يعني حب وفق تصور فريد الذي يعني كان متزوجا وأراد أن يبحث عن جسد مختلف. هذا الجسد مع الأسف أصبح مستباحا، أو كان يراد منه أن يكون مستباحا، لكن ماريا يعني لم تشأ، لأنها تؤمن بقرارة نفسها على أن الحب هو مرتبط بالروح، وهو شيء يعني يتجاوز المؤسسات، لأنه فريد يعني هو جزء من مؤسسات فاعلة، هذه المؤسسات قد تجرد الإنسان من كرامته، وقد تجرده أيضا من حقوقه الأساسية، ويتحول إلى يعني أداة في يد يعني السلطة، في يد المؤسسات الكبرى التي تتحكم في مصائر السيد الرحام مشكور. يعني أحالنا إلى وضع الجامعات في عالمنا العربي، يعني كيف يتم في مستويات معينة وفي سياقات معينة استغلال سلطة الأستاذ أو سلطة بصرف النظر عن طبيعة هذه السلطة، ولكن كيف يتم استغلال هذه السلطة في تمرير يعني مجموعة من أو في صياغة مجموعة من الأهداف الشخصية. صدمة ماريا لن تتوقف عند هذا، الحد بل سيأتي شخص آخر. ماريا كان مع الأسف يعني تجاربها مع المثقفين ولا السياق العام، المثقف وكيف يوظف المثقف معارفه لمآرب أخرى، يعني كيف يوظف تلك المعارف
وكيف يأتي بذلك الحمل الوذيع، لكنه يفاجئ هذه السيدة التي فعلا يعني، والعجيب أنها ستحن إلى الحب الأول، كأنه يعني بعيد عن تلك السلطة وبعيد عن تلك المؤسسات، كأنها تقول أن هذا الحب يعني النقي الذي ليس فيه الصفة أو ليس فيه المكانة هو الذي يستحق الانتباه، هو الذي يستحق الاعتراف. فالحب من صفة الصفر هو حب يعني يأتي في سياقات مؤسسات تخلقه مؤسسات، ما هي تعرضت في البداية إلى مجموعة من الاستفزازات من طرف يعني صديقاتها، والذين اللواتي كان يعني كنا يحسدنها، وكنا يعني لم تكن تجمعهم علاقة جيدة، وكنا يطرحنا أسئلة لماذا هي ولسنا نحن. لكن مع الأسف هذه القصة لم تنتهي كما أرادت، يعني لو أن السؤال الذي يمكن أن نطرحه على السيد بن رحاب، نرجو أن يجيبني عليه لاحقا إن شاء الله في مداخلته، هو هل لو جاءت فرصة إلى تلك الفتيات التي كنا يعني يضايقنا ماريا، كيف ستكون ردود فعلهم؟ هل ستكون مثل ردة فعل يعني ماريا، لأن ماريا قدمت على أنها فتاة نقية روحانية ربانية تحب المدن، تعيش في أو تعشق تلك العوالم. الرواية أيضا يعني تعكس الذات في علاقتها مع الجماعة، الفرد في السياق الاجتماعي والثقافي، وكيف يتم إعادة تشكيله وفق معايير اجتماعية معينة ومحددة. وأعتقد على أنه هذه النقاط يعني تيمة الحب، ولكن من وجهة نظر مجتمعية، من وجهة نظر مؤسساتية، كيف تقدم لنا المؤسسات هذه التيمة؟ يعني كيف بدأنا نفهم الحب من خلال سياقات معينة، من خلال مؤسسات معينة، كيف يتم استغلال هذه العاطفة النقية مع الأسف من أجل تحويل تلك الذات وذلك الكيان الحر وإعادة اعتبار له إلى مجرد أداة وجسد ممكن اقتحامه وممكن اختراقه وممكن استغلاله. وشكرا لكم وتحية طيبة. شكرا لك أستاذ جونس ليبي على هذا التحليل الشيق. إذا المداخلة التالية للأستاذ عبد العالي وكريم، هو أستاذ اللغة والثقافة العربية بالبعثة الفرنسية، سيثري اللقاء بقراءته الموسومة ضفاف ومنصات في رواية الكاتب المبدع منير بن رحاب. فلتتفضل أستاذ عبد العالي وكريم. نعم لك الكلمة. نعم أستاذ وكريم. أظنه أستاذ وكريم. أستاذ، بس لو تضغط على زر المايك أسفل الشاشة لو تكرمت حتى يعني تستطيع يجب أن التحدث. نقول المرجو تفعيل ميكروفون أستاذ وكريم. مساء الخير، هل الصوت واضح؟ نعم واضح. نعم، إذا مساء الخير للجميع، مساء الخير لجميع المشاركين والمشاركات في هذه المأدبة الثقافية والفنية والأدبية الهادفة والمتميزة. إذا بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى منصة أريد على أنشطتها الثقافية المتواصلة والهادفة. كما لا يفوتني أن أهنئ الدكتور منير بن رحال الكاتب المغربي بهذا المولود الأدبي والثقافي والفني الجديد. سيجدك الحب حينما لا تتوقعه.
وكل أمل أن يكون التوفيق والتألق حليفيه دوما. أما فيما يخص مداخلتي فقد خصصتها للوقوف عند العتبات لما لها من أهمية قصوى في فهم وتفسير العمل الأدبي كيفما كان. والآن لا بد أن نبدأ هذه المداخلة بمجموعة من الأسئلة. في البداية، ما المقصود بالعتبات وما هي وظيفتها؟ وهل تطلع بقيمة مضافة لقراءة واستقراء واستنطاق النص الأدبي أو الرواية أو القصة أو أي كتاب كيفما كان نوعه؟ وما هي العناصر المكونة لهذه العتبات؟ وهل هناك تسميات أخرى لهذا المفهوم؟ إذن سوف نتوقف بالإجابة قدر الإمكان بطبيعة الحال حسب ما يوفره الوقت أو ما يسمح به الغلاف الزمني المخصص لكل مداخلة. إذن بالنسبة للعتبات فقد استهوت عتبات النص جل الباحثين في غمرة الثورة النصية التي تعتبر إحدى أهم تجليات الخطاب الثقافي والأدبي والخطابات المعرفية التي تقتسم معه إشكاليات القراءة والتفاعل والإقناع والتواصل بشكل عام. وقد كانت أسبقية النقاد الغربيين إلى عقلنة موضوع العتبات. إذن ما يمكن أن نستنتجه في البداية هو أن ما يسمى بالعتبات أو ليسو النقاد الغربيين كانوا سباقين إلى التنظير لهذا المفهوم وإلى بنائه بطبيعة الحال دون أن ننسى مساهمات في الثقافة العربية سوف نأتي على ذكره بعد قليل. إذن هناك أسبقية النقاد الغربيين إلى عقلنة هذا الموضوع وتنظيمه سواء نظريا أو عمليا حتى. ومع ذلك لا يمنع من وجود التفاتات عربية دقيقة في الموضوع وجدت متناثرة هنا وهناك في معظم الكتب العربية القديمة وعلى وجه التحديد المقريزي. كما وأصبحت العتبات النصية تحظى باحتفاء أغلب النقاد المحدثين على مستوى التنظير والإجراء، فالعتبات تشكل نقطة ذهاب وإياب إلى النص لتعديل المواقف القبلية التي تولدت نتيجة القراءة الأفقية البسيطة. ونسعى من خلال هذه الورقة إلى قراءة متأنية للعتبات النصية في رواية الكاتب المغربي منير بن رحال سيجدك الحب حينما لا تتوقعه، وهي عتبات اهتم بها النقد الأدبي لما لها من دور بارز في الوقوف على خصوصية النص وتحديد مساراته وتوجيه المتلقي إلى فهمه قراءة وتأويلا. وسوف نحاور في هذه الورقة عالم هذه الرواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه، مركزين على عدة محاور أو على عدة نقاط من أهمها في البداية. أولا في البداية الغلاف ومكوناته، المؤلف، ثم العنوان، ثم دفة الكتاب. إذن لا بد أن نخصص حيزا ولو بسيطا جدا للعتبات، ما وظيفتها وكيف ينظر إليها النقاد وكيف يتصورها الأدباء. وأضرب لكم مثالا عندما يقول أحد الكتاب تعتبر العتبات نصية أول لقاء بين القارئ والمبدع، كما أننا لا نلج الدار قبل المرور بعتباتها، كذلك لا يمكن الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته. كان ذلك قول عبد الرزاق بلال مدخل إلى العتبات دراسة في مقدمات النص العربي بإفريقيا الشرق. وفي هذا المضمار يرى بادي مختار أن العتبات تنسج خطابا عن النص الإبداعي وترسل حديثا عن المجتمع والعالم
فإنها شديدة الارتباط بالنص. إذا نستنتج من هذين القولين أن العتبات تشكل نصوصا مستقلة. إذا هو بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الاستقلال ليست استقلالية في شكلها المطلق بقدر ما هو يعني استقلالية نسبية. فعندما مثلا نرى اسم الكاتب فهو نص يحمل رؤى، يحمل تصورات، يحمل أفكارا، يحمل سجلا أدبيا، يحمل مكتبة أو مكتبات، يحمل مجموعة من الخصائص، مجموعة من العناصر التي تجعله يعني كائنا ثقافيا، وبالتالي لا يمكن أن نغفله أو نغفله ونحن نقرأ مؤلفا محددا. نفس الشيء بالنسبة للعنوان، والدكتور منير بن رحال كان ضليعا وكان متقنا وكان يتقن هذه الصنعة التي تسمى بالعنوان، يتقنها بشكل كبير جدا، سواء تعلق الأمر بالرواية قيد التحليل والقراءة الآن، أو تعلق بالرواية السابقة عليها والموسومة بشمال الروح. إذن هناك فتنة بلاغية يعني تحوم بهذه العناوين، يعني تعتقل لب القارئ، تأخذ بعقله، تستأثر باهتمامه، وبالتالي لا يمكن أن نقول في هذه العناوين إنها تحولت لدى الكاتب إلى صنعة لها قواعدها، لها ضوابطها، يعني تؤدي في مجملها إلى صناعة التشويق أو إلى إقناع القارئ وإلى استفزاز يعني رغبته في تلك القراءة، وربما حتى في أرض الواقع، وهذا ما أدى إلى 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 كون الكثير من الطلبة قبل ازدياد هذا المولود الأدبي والثقافي يتساءلون حول مضمون هذه الرواية وكيف الحصول عليها وما الطريق إلى امتلاكها وما هو الموضوع الذي تطرحه إلى غير ذلك. إذن هناك حقيقة أسئلة كثيرة وأسئلة لا يمكن أن نستنتج من خلال هذه الأسئلة إلا أن هذا العنوان الذي صاغه الدكتور منير بن رحال فعل فعلته إن صح هذا التعبير، وبالتالي نشكره جزيلا على هذه التقنية التي نتعلمها منه بشكل واضح. أما جاك ديريدا فهو يتحدث عن خارج النص، إذن يتحدث عن خارج النص الذي يحدد الاستهلالات والمقدمات والتمهيدات والدباجات والافتتاحيات محللا إياها، بمعنى أن هذه العناصر وهذه الدباجات وهذه المكونات التي تشكل العتبات لا بد من التوقف عندها، لأنها ذخيرة، يعني ما بعدها ذخيرة في فهم النص ومن أجل يعني توقع مضمونه والوصول إلى مغزى. فهي دائما تكتب لننتظر محوها، والأفضل لها أن تنسى، لكن هذا النسيان لا يكون كليا، فهو يبقى على أثره وعلى بقاياه ليلعب دورا مميزا، وهو تقديم النص ليجعله مرئيا قبل أن يكون مقروءا. إذن بالنسبة للوقوف عند هذه العتبات فهو ربما قد يكون لحظيا، يكون آنيا، يكون ظرفيا، فقط من أجل بناء رؤية وتصور وتصنيف لهذا النص بطبيعة الحال، مع إمكانية نسيانه، ولكن ليس نسيانه بشكل مطلق كما يقول جاك ديريدا هنا. أما بالنسبة لجاك ديبوا فهو يتحدث في كتابه أيديولوجيا خطاب زولا المذهلة، فقد تعرض لمفهوم ما يسميه بالمناص، تعرض لمفهوم المناص وهو يدفع بالتحليل لمصطلح الميتانص معينا حدوده وعتبته. إذن بالنسبة لجاك ديبوا سيأتي لنا بمفهوم آخر وبمصطلح آخر سماه المناص، وهو يعني يريد أن يشير إلى مصطلح آخر اللي هو الميتانص، باعتبار الميتانص هو شكل من أشكال الجسور بين المتلقي والنص، فلا يمكن أن يمر المتلقي إلى النص دون المرور بما يسميه
جاك دوبوا بالمناص، او التي سميناه في او سميناها في هذا في هذه الورقه بالعتبات للسوء، او النصوص الموازيه كما يسميها اخرون، او يعني ضفاف او شيء من هذا القبيل. إذن هناك تسميات مختلفه جدا ولكن المسمى واحد. إذن سوف نمر الان الى هذه الورقه. اولا نمر الى صفحه الغلاف. إذا بالنسبة لصفحة الغلاف تتكون من دليلين اثنين. إذا هناك دليل لغوي وهناك دليل أيقوني. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ هناك الدليل اللغوي نقصد به اسم الكاتب، عنوان الرواية، وهناك تصنيف أو تجنيس في الأسفل في أقصى اليسار يعني رواية، وهناك شريط ضيق أزرق مكتوب فيه الجوائز التي حازت عليها الرواية. أما بالنسبة للدليل الأيقوني فيتعلق الأمر بالصورة الموجودة على ظهر الغلاف. إذن سوف نبدأ أولا بالدليل اللغوي، ويشمل اسم المؤلف الذي يتوسط الصفحة في الأعلى مكتوبا بخط مضغوط وباللون الأسود. ثانيا لدينا عنوان المؤلف ويمتد على طول صفحة الغلاف باللون الأحمر المضغوط والبارز، ويشكل هذا العنوان بمعية الصورة تحالفا سميته تحالفا للفتنة على أرضية صورة الغلاف، تحالف يستبد بالمجال البصري المتصفح، ومما تجدر الإشارة إليه أو إلى ذكره أن الإثارة في هذا المشهد آتية من جهتين. الجهة الأولى يتعلق الأمر بالعنوان المغري بمضامينه العاطفية والوجدانية والمثخن بالاستعارات والانزياحات الجارحة للمعنى كما يقول محمود درويش. هناك مصدر آخر للإثارة في هذا الغلاف، وهو الصورة التي سوف نفرد لها فقرة للحديث عنها. وفيها إن بناء صفحة الغلاف بهذا الشكل يعكس تقليدا دأب عليه أو دأبت عليه دور النشر في الآونة الأخيرة، إيمانا منها بقوة المؤثرات البصرية في الوصول إلى وجدان المتلقي. وهذه الصورة وهذا المشهد الموجود على ظهر الغلاف هو صنيع بديع وفاتن، لا نملك دليلا على براءة الكاتب الدكتور منير بن مرحال من نسجه باعتباره خبيرا بلغة الإشهار وخطاباته، عنوان مسكوك بالأحمر الفاقع لا بغيره، ربما لينسجم مع مضمونه العاطفي والوجداني. فهل لأن الحب أحمر اللون أو أحمر اللون عفوا، أم لأن الأحمر أكثر تأثيرا من غيره على الناظر المتلقي، أم لغايات أخرى في نفس الكاتب هذه المرة؟ ننتقل الآن إلى الدليل الأيقوني، ويتضمن لوحة فنية عنصرها الرئيس صورة امرأة، أو بالأحرى لوحة فتاة في مقتبل العمر بشعرها الأشقر المسدل على ظهرها وكتفها والجهة اليمنى من وجهها، ولمشاهدة مظاهر التناسق البنيوي بين مكونات الصورة ننظر إلى عينيها اللوزيتين المحاطتين بحاجبين مخططين بدقة متناهية، ينتهيان بنظرة إلى وجهة ما، وأنف دقيق تأتي منه الغواية والإغواء بالتضافر مع بقية العناصر أو عفوا مع بقية الوظائف الجمالية التي تؤديها العيون والحاجبان، مما يجعل لها لغة حوارية مثل الرواية على حد تعبير ميخائيل باختين وبيرزيما. والشفاة الممتلئتان إلى حد ما اللتان تتوسطهما أسنان شبيهة بالبرد، أما عنقها القمحي
فيجعلها ضمن مصاف النموذج العربي للجمال في المرأة في مرحلة زمنية معينة، المؤطر بشعار بعيدة ما هو القرط ولا شيء غيره. وهو الأمر كذلك بالنظر إلى أذنيها الحامل لقرط بلون أزرق ممتد على نصف المسافة بين الأذن والكتف، وعلى مشارف عنقها تتمدد تنورة زرقاء إلى ما تبقى من جسدها في لون سمائي يحتل جزءا لا بأس به في الصورة، سواء ضمن صورة المرأة أو في بقية العناصر المرأة أو في بقية العناصر المشكلة للغلاف. وحول هذه المرأة توجد أزهار وورود فوق رأسها وقبالتها وعلى شعرها، مما جعلها أو مما جعل فراشات بألوان مختلفة تحوم حول المرأة وورودها بشكل لا يخلو من حماسة طفولية لا تخلو كذلك من إثارة. إذن بعد هذه القراءة في صورة الغلاف سوف ننتقل إلى العنوان. بالنسبة للعنوان سوف نركز أو سوف نتوقف عند أولاً وظائف العنوان. لماذا نضع العنوان لكتاب محدد أو لرواية محددة ثم ننتقل بعد ذلك إلى خصائص العنوان في رواية الكاتب منير بن رحال؟ إذن والعنوان هو مؤشر تعريفي، وظيفته التعريف والتحديد، يعني مؤشر تحديد وتعريفي، ينقذ النص من الغفلة لكونه أي العنوان الحد الفاصل بين العدم والوجود. إذن بالنسبة للعنوان فهو إعلان للوجود، إعلان لوجود النص، وبالتالي عند غياب العنوان فإن النص بالضرورة يغيب ويختفي ولا وجود له أو لا يمكن أن يكون له وجود في ذهن القارئ. إذن بين العدم والوجود الفناء والامتلاء، فأن يمتلك النص اسما أو عنوانا هو أن يجوز كينونة، والاسم والعنوان علامة الكينونة. إذن العنوان علامة مركزية تشتغل اشتغالا سيميائيا، ويظل فضاء العنونة رأس النص حاضرا ومؤثرا وموجها في كل مراحل القراءة. وبعد العنوان وبهذا التوصيف المفتاح الأول لعالم الرواية، يعني نتوقف عند بعض، يعني باقتضاب شديد عند بعض الوظائف التي حددها جيرار جينيت للعنوان، وقد تحدث عن الوظيفة الأولى وهي الوظيفة التعيينية، ويقصد بها تعيين اسم الكتاب، وهذا الكتاب يعرف بهذا الاسم أو بهذا العنوان من أجل القراءة بكل دقة وبأقل ما يمكن من احتمالات اللبس. إذن فهو إزالة لللبس والغموض والشكوك للقارئ إلى غير ذلك. إذن هناك كما قلت الوظيفة التعيينية، هناك الوظيفة الثانية وهي الوظيفة الوصفية، وعن طريقها يقول العنوان شيئا عن النص، فهو تكتيف لمضمون النص وتلخيص له وإخبار للقارئ بطبيعة الموضوع الذي يمكن أن يخوض فيه النص الروائي أو الأدبي أو السردي أو شيء من هذا القبيل. هناك الوظيفة الإيحائية وهي مرتبطة بالوظيفة السابقة، أراد الكاتب أم لم يريد، فكل ملفوظ لها طريقتها في الوجود، وهي ليست دائما قصدية. وهناك الوظيفة الإغرائية، وعندما تحدثت عن الوظيفة الإغرائية فالكاتب الدكتور منير بن رحال يعني له باع طويل وله يد طويلة جدا في هذه المسألة، سواء كما قلت قبل قليل سواء في الرواية الأولى شمل الروح أو سيجدك الحب حينما لا تتوقع، فهناك إغراء، فهناك تشويق، فهناك يعني الوقوف عند أفق انتظار المتلقي بشكل متقوم.
يكون العنوان مغريا إذا استطاع أن يجذب قارئه، المفترض بطبيعة الحال محدثا بذلك تشويقا وانتظارا لديه. وهذا ما أشار إليه محمد صفراني في كتابه التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث. أما الآن فسوف ننتقل إلى العنوان الذي اختاره الكاتب بونير بن رحال لروايته، والذي سوف نتوقف عنده سواء على المستوى التركيبي أو حتى على المستوى الدلالي. والعنوان يتكون من جملة فعلية. إذا بالنسبة للجملة الفعلية التي يتكون منها النص، نبدأ أولا بالمستوى التركيبي. يتكون عنوان الرواية من جملة فعلية وسرعة الاستقبال باستعمال حرفي. إذا بالنسبة للحرف السين مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. الحب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، حينما مفعول فيه ظرف زمان وهو مضاف لا نافية. تتوقع في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والجملة في محل جر مضاف إليه. إذن هذا من الناحية التركيبية المرتبطة بعنوان هذا العمل الأدبي. دلاليا، السين الحرف الثاني عشر من حروف الهجاء في اللغة العربية، يدخل على المضارع فيخلصه للاستقبال. يجدك يجد من فعل وجد، وجد وجدا، ووجدا وجدة، وإجدانا أي أصابه وأدركه وظفر به بعد ذهابه. وتأتي وجد بمعنى علم، فتكون من أفعال القلوب وتنصب مفعولين ومصدرها الوجود. بمعنى وجد هنا يمكن أن تلعب دورا آخر، دورا نحويا آخر، يعني يمكن أن تكون للقلوب. فنقول مثلا أجد الطريق سهلا، أجد الصديق أخا، إلى غير ذلك، بمعنى أنها تجعل العنصر الأول ينقلب أو يقلب من الحالة الأولى إلى حالة أخرى. لذلك يعني يمكن أن نجعل لها أو نجعلها ضمن ما يسمى بأفعال القلوب. فعل أسنده الكاتب منير إلى استثنى على مقاطعتك. نعم، تحليلك متميز جدا. نعم أستاذة خارجة، أرجو فقط الاختصار لأن توقيت المداخلة قد. نعم 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 أستاذ وكريم، اختصر من فضلك. نعم حسنا أستاذ خديجة. إذن سوف ننتقل الآن إلى اسم الكاتب. إذن بعد المستوى التركيبي والمستوى الدلالي، إذن بقي لي فقط الكاف، وهو الحرف الثاني والعشرون من حروف الهجاء في اللغة العربية. تأتي ضميرا منصوبا أو مجرورا للمخاطب نحو شجعك مؤلفه، وتكون أيضا للتشبيه. إذن وقد أتت الكاف ضميرا متصلا يفيد الاستغراق، أي أن الخطاب موجه إلى الإنسان عموما. وربما حاول الكاتب منير بن رحال بنينة هذا العنوان على صيغة نصيحة أو حكمة، رام أبديتها في خلد الإنسان، متكئا في ذلك على لفظة حب المثيرة للأذهان والأسماع والقلوب، وما تخلقه من تمكن في وجدان الإنسان. الحب عفوا نقيض البغض، والحب والود والمحبة، وكذلك الحب بالكسر، وأحبه فهو محب وهو محبوب. وقد قيل محب على القياسات، ويرى محمود حمدان أن الحب عند أفلاطون حالة توق وسعي إلى الجمال المطلق، والإبداع حالة توق وسعي إلى الانسجام. أما نيتش فهو يعتبره فيقول هناك دوما شيء من الجنون في الحب، لذلك لكن هنالك دوما شيء من العقل في الجنون أيضا. إذن ننتقل الآن باختصار شديد إلى اسم الكاتب. بالنسبة لاسم الكاتب، أشارت الأستاذة خديجة مشكورة في بداية الجلسة إلى الترجمة الكاملة وإلى السيرة الكاملة.
بقي لدي فقط شيء بسيط جدا، وهو من ناحية النظرية، الكاتب لماذا؟ لماذا يوضع الكاتب على ظهر الكتاب، ولماذا يجب أن نضع المؤلف إلى غير ذلك؟ إذن عتبت المؤلف علامة دالة تشير إلى تحديد نسبة هذا العمل الأدبي إلى صاحبه لا غير، وذلك من أجل إماطة اللتان عن هويته وملكيته، فهو لوحده عبارة عن نص موازي. إذن كما قلت في بداية المداخلة أن الكاتب والعنوان وما إلى ذلك تشكل نصوصا موازية للنص الأصلي، يلعب دورا تعاقديا حسب طبيعة الجنس الأدبي وخصوصيته. فالقوة التعاقدية لا ترتهن باسم المؤلف إلا في علاقته بقوة تعاقدية أخرى تتصل بالجنس الأدبي، فبهما معا يمكن للعمل أن يتقدم نحو قرائه بميثاق أدبي ثقافي محدد. المؤلف هو ما يمنح سلطة توجيه المتلقي من خلال العلائق الجدلية بين النص واسم المؤلف. إذن هناك لا يمكن أن نتصور نصا بدون مؤلف، ولا يمكن أن نتصور مؤلفا بدون نص. إذن هذه مسألة ينبغي أن نتفق عليها. فالمتلقي يستطيع تجنيس العمل الأدبي لمؤلف ما، كما يستطيع تحديد الخصائص الأسلوبية والفكرية لمؤلف ما، ولا سيما إذا كان المؤلف حاضرا بقوة في الساحة الأدبية والفنية بطبيعة الحال، كما لدى أستاذنا الكريم الدكتور منير بن رحال من خلال أعماله الأدبية المتنوعة، من خلال رواياته، من خلال مؤلفاته الغزيرة، سواء من الناحية الكمية أو من الناحية النوعية. إذن باختصار شديد، هناك عنصر آخر لم أشير إليه، وهو التجنيس. في أقصى اليسار توجد لفظة تنحو منح التجنيس، يعني أنها تصنف هذا العمل ضمن جنس الرواية، وهو في الأسفل يسارا، من أجل وضع إطار محدد للرواية. ووظيفته، الوظيفة التي يلعبها هذا اللفظ أو هذا العنوان الفرعي كما يسميه البعض، فهو ذو تعريف خبري، يعني هناك إخبار للمتلقي تعليقي يروم من خلاله الكاتب مولين بن رحال توجيه القارئ قصد النظام الجنسي للعمل، يعني يريد أن يوجه أسماع أنظارنا وأفهامنا إلى طبيعة هذا النص الذي نحن بصدد قراءته، أي يأتي ليخبر عن الجنس الذي ينتمي إليه العمل الأدبي. وفي نهاية هذه المداخلة أتوجه مرة أخرى بالشكر الجزيل لمنصة أريد على هذه الجلسة القيمة المفيدة البادخة، كذلك كما أريد أن أعيد تهنئتي للأستاذ الدكتور منير بن رحال على هذه الالتفاتة الأدبية التي تضاف بدون شك إلى المكتبة الأدبية السردية في المغرب بل في العالم أجمع، بما أنها قدمت من خلال منصة أريد. كما أريد أن أجدد شكري إلى المسيرة الدكتورة الأستاذة خديجة، وأعتذر على الإطالة، وشكرا لكم وشكرا. إذن شكرا لك أستاذ وكريم على هذا التحليل اللساني المتميز، وأعرج هنا لأطرح سؤالا، ما هو أول شيء يجذب انتباه القارئ، هل الغلاف أم العنوان أم هما معا؟ فقد كما ذكر الأستاذ أحمد رزيق وكما ذكرتم أستاذ وكريم، فالأستاذ منير بن رحال مبدع في جذب القارئ وذلك من خلال اختيار عنوان مناسب لجميع إصداراته. سيجدك الحب حينما لا تتوقعه، جميل الغياب، جميل الحضور، شمال الروح، حينما يزهر ربيع آخر، والقائمة طويلة. أنا أقول دائما للأستاذ منير بن رحال الكاتب المبدع والأستاذ المبدع، لأنه ينتج المعرفة، ينتج العلم، يثري القارئ بروايات، بأبحاث أكاديمية، بمقالات.
تنفع دكتورة، للسامعين. شكرا أستاذة خديجة على هذه الالتفات وهذا الكرم، وأشكر الأساتذة الذين تدخلوا نعم لكي نربح هناك، الوقت، يعني نعم هناك مداخلة نمر. أخرى، مداخلة أخيرة أستاذ نعم منى. أعرف، إذا نفتح الباب للمداخلة الأخيرة ثم نعم، وسنقف عند تجليات العنوان في روايتكم أستاذ منى بن رحال، وهذا هو عنوان الذي اختاره الأستاذ المهدي بورحيم، وهو خريج ماستر لسانيات عربية تطبيقية وأستاذ تلك الثانوي. سيقدم لنا دراسة تحليلية لتجليات العنوان في روايتكم، فلتتفضل أستاذ مهدي بورحيم. نعم أستاذ بورحيم، فلتفعل رجاء، فلتفعل اللاقط الميكروفون. نعم أستاذ، نعم، جيد. شكرا جزيلا لمنصة أريد على هذه الفرصة لمناقشة هذه الرواية القيمة والثمينة والوازنة أيضا. تحية مملوءة بالحب الغير متوقع ما هو يعني مشار إليه في هذه الرواية. بالمناسبة سأقول يعني بعض الأسرار أو بعض الأشياء التي أتقاسمها مع الأستاذ والدكتور منير بن رحال. أنا تلميذ وطالب عنده، علاقتي مع الأستاذ يعني دامت لأكثر من 11 سنة، ومنذ مرحلة الثانوية وبعد ذلك المرحلة الجامعية يعني منذ البكالوريا، وأنا أعرف الأستاذ وأنهل من علمه، وأنا يعني أقدم له بكل الشكر والتقدير لكل ما يعني وصلنا إليه من فضل. في الحقيقة حينما قرأت هذه الرواية وجدت فيها نفسي كثيرا، باعتبار أن بأن هذه الرواية يعني حينما قرأتها وجدت فيها بعض المراجع التي أنا أراها في هذه الرواية، وأتذكر الجانب خصوصا الجانب السياسي، لأنني كنت مع الأستاذ في نقاش دائم ومستمر يعني حول ما وقع في سنة 2011. يعني تعرفون أن هذه السنة يعني كانت سنة الربيع العربي، و هذه الرياح التي وصلت أيضا إلى المغرب والتغييرات التي أحدثتها والنقاش السياسي أيضا الذي أحدثته، باعتبار أن هذه الرواية باختصار يعني أن قرأتم الرواية وجدتم أن هناك 3 أمور أساسية: الحب والسياسة والدين كما ذكر الأستاذ الجليل أستاذ رزيق، بمعنى أن هذه الرواية ناقشت هذا التالوت، يعني إذا صح لنا هذا التعبير، هذا التالوت في المجتمع، التالوت الـ يعني المحرم، أو التالوت الذي يعني يثير نقاش الدين والحب والسياسة كذلك. حتى أدخل إلى مداخلتي باختصار شديد، أنا آخر يعني متدخل يجب أن أكون يعني قاصدا في مداخلتي. أنا تحدثت في هذه المداخلة عن تجليات العنوان في رواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه. هذا العنوان نجده يعني هذه العدم التوقع أو الفجائية يعني نجدها في الرواية حاضرة بقوة، كأنها تلك كرة الشمس التي تضيء معالم الرواية وتضيء يعني تضيء الأحداث والوقائع، يعني هناك أشياء غير متوقعة كثيرة جدا. دعوني في البداية كمدخل بسيط جدا لن أطيل فيه، أن العنوان هو السلاح الذي يغري القارئ لمعالم الرواية وهو جزء لا يتجزأ منها، إذا العنوان هو الذي يوجه قراءة الرواية. هذه المسألة نجدها كثيرا في هذه الرواية، إن العنوان حقيقة مرآة مصغرة لكل ذلك النسيج النصي، وقطعة لا يمكن فصلها عن باقي القطع الأخرى. إن العنوان هو البداية التي يدخل إليها القارئ محددا صنفها، كما يعتبر ذلك ليون هوك مؤسس علم العنونة الحديث، يعرفه على أنه مجموعة العلامات اللسانية التي يمكن أن تدرج على رأس نص لتحدده وتدل على محتواه العام وتغري الجمهور المقصود.
العنوان هو نص مصغر، العنوان هو نص مصغر تتولد منه جل أفكار وأحداث العمل الروائي، إنه حسب كاردو الجذر التوليدي، وهذا ما نراه وهو ما أريد أن أسلط عليه الضوء كثيرا في رواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه. يعني حينما قرأنا هذه الرواية يعني وجدنا هذه عدم التوقع أو الفجائية أو العناصر التي كانت هي مباغتة، الحب الذي كان مباغتا. حينما تتوقع الشيء باختصار شديد، حينما تتوقع الشيء لن تجده، حينما تتوقع الشيء لن تجده، حينما لا تتوقعه هو الذي ستجده. هذا هو صلب الرواية. مثلا أعطي مثال، شكلت وفاة الملك حسن الثاني في الرواية إحدى أهم الأحداث التي ربما لم تتوقعها الشخصيات، راسمة بذلك أفق خاص بالرواية. على سبيل المثال، تخطيط أمي الغالية السفر لفاس، تأجيل ذلك بسبب الترقب الذي عاشه المغاربة في يوم جمعة 23 يوليو 1993، وهذا في صفحة 15 من الرواية. كان حدث الوفاة الذي هو كان غير متوقع من الجانب السياسي، وحد الشعب، جعل كذلك حضور الرؤساء. حدث وفاة الملك حسن الثاني رحمه الله كذلك أعطى البيعة. هذا حدث سياسي أيضا غير متوقع. يعني هكذا يتجلى العنوان في الرواية، لأن يعني هناك تجليات العنوان في الأحداث الشخصيات في مجموعة من الأشياء الأخرى. حدث كذلك من الأحداث التي وقعت في الرواية هو فراق مامون المفاجئ، الذي ربما بنت فيه ماريا، يعني بنت فيه ماريا كل أمالها وكل متمنياتها، الذي رأته ذلك الحب الفطري الطفولي الجنيني الذي اعتبرته أنه هو الحب الحقيقي. ولكن هذا الحدث المفاجئ سيغير معالم الرواية. هنا ماريا ستلتقي بفريد، ذلك تلك الشخصية الساد التي دائما نعتبرها شخصية قدوة مثال، وربما قالت أن هذه الشخصية ربما ستتحول من علاقة الأستاذ بطالبة إلى علاقة ربما قد تكون علاقة حب حقيقية بالروح. هنا ربما سنجد تبريرا أو مصوغا للرواية الأولى شمال الروح، وهذه الرواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه، لأن باختصار أن شخصية فريد صدمت ماريا لأنه أرادها جسدا كما يوجد ذلك في الرواية، أرادها جسدا بدون روح. وهنا الصدمة الأولى، صدمة الحب لماريا لأنها لم تكن تريد ذلك. أيضا في قصتها لذلك القارئ الذي يعني صدمها حينما طلب منها زواج المتعة، وهو ما لم تريده كذلك ماريا، لأنها اعتبرته أن هذه الشخصية الثانية ستنقذ كل ما فات، ولكن خيبات الأمل المتكررة. واكتشاف ماريا أيضا أشياء فجائية التي تترجم العنوان داخل هذه الرواية، هو اكتشاف ماريا أن الغالية ليست أما بيولوجية وأنها متبنية من طرفها، وهذا أيضا سيشكل تغيير اللي هو في صالح عدم التوقع، لأن اكتشاف ماريا لهذا الأمر سيجعل بابا العربي أن يخبرها بأن هناك أخت وأم شريرة توجد في فلسطين تحديدا القدس، وسيقول لها على أن يمكن الالتقاء بأختك الفلسطينية الحقيقية، وهذا الالتقاء سيجعل أشياء أخرى تقع في صالح ماريا التي في نهاية المطاف ستلتقي بمامون في الطائرة، وسيكون الحب الغير متوقع. إذن هذه التجليات العنوان كذلك سيكون أيضا في المقتطفات المعنونة، أو كما سماها الأستاذ رزيق بالاختيارات العنوانية. الاختيارات العنوانية أيضا تترجم بعض الأشياء التي لها علاقة بالحب. سنأخذ على سبيل المثال في الرواية قناع القلب. القلب هو أيضا تعرفون على أن القلب هو أيضا يعني إلى الحب إلى العاطفة. هناك بعض العناوين في هذه المقتطفات، مثلا الحب هو الجسر الذي بينك وبين كل شيء. أيضا عنوان آخر، من يعشق الخلق كمن يعشق الموت. أيضا دين العشق لا مذهب له، يعني بغير هذا الحب أيضا لا تكون، بغير هذا الحب لا تكون كما قال ابن الرومي. الشيء الخطير أو الشيء الجميل أيضا هو أنه الشيء الغير متوقع، مثلا العربي يعني أعطى لماريا كتب الإسكندري وكتب يعني بعض كتب وابن الرومي كذلك، هذه أشياء غير متوقعة أعطاها لها على سبيل العطية
الاستفادة، ولكن فيما بعد ستكون هي ذلك الذي يكتب على آلامها وجراحها. لأن أنا في الحقيقة أهنئ من أعماق قلبي، وهذا ذكاء من الكاتب اختيار هذا العنوان الذي يتناغم والأحداث التي وقعت في الرواية. في الحقيقة جميل جدا اختصار وخاتمة أن الرواية قائمة على عنصر فجائية في جل خيوط الوقائع، من وفاة الملك البلاد إلى غياب المفاجئ لمامون الصوت اكتمل منخفض حبه. أستاذ برحيم، الصوت منخفض، الصوت منخفض، هل يمكنه ترفع الصوت من فضلك؟ للصوت الآن الصوت جيد؟ نعم جيد، نعم على أن كخاتمة هذه الأحداث يعني كلها ترجمت العنوان، يعني ترجمت العنوان بشكل حقيقي وبشكل أساسي. الرواية قائمة على عنصر الفجائية في جل خيوط الوقائع، من وفاة ملك البلاد إلى غياب المفاجئ لمامون إلى صدمة الحب الأول والثاني الذي عاشت ماريا، إضافة إلى موت أمي الغالية واكتشاف ماريا أنها لم تكن متبنات، لم تكن إلا أنها متبنات، وأن أمها الحقيقية اسمها راشل من أسرة يهودية. في الأخير التقت مع مامون الذي غاب عنها بشكل فجائي. إذا أنا حاولت في هذه المداخلة أن أبين تجليات العنوان في الرواية من خلال الأحداث، وكذلك من خلال الشخصيات، ومن خلال المقتطفات التي تضاف منها هذه الرواية. في الحقيقة هي هذه الرواية يعني تبين أن الأشياء التي لا يمكننا وقعها هي قد تحصل، وهي التي قد تغير لنا مجريات هذه الأحداث. وكما قلت أنا أهنئ الدكتور منير بن رحال على هذا التناغم بين العنوان ووقائع الأحداث والوقائع التي يعني هي أنا في هذه الرواية. وأريد أن في ختام هذه المداخلة أن أبين على أن هناك سؤال يعني إذا أراد الأستاذ أن يجيب عنه، يعني بين الرواية الأولى والرواية الثانية، خصوصا في هذه الرواية، لماذا حضور يعني هذه السياسة، حضور السياسي، رغم أنه شيئان يبدوان على أنهم لا يلتقيان، حضور السياسة حضور تيمة الحب في الرواية، يعني بماذا نفسر هذا؟ خصوصا أن هناك أحداث سياسية هي دامية وهي درامية وقعت في العالم العربي، خصوصا يعني في التاريخ المعاصر، يعني يعني إعدام صدام حسين، الحراك في أمريكا. كيف نفسر هذا الالتقاء أو هذا التناغم وعودة حضور ماريا والأحداث التي وقعت؟ هذا سؤال يبقى معلقا، وأشكر جزيل الشكر أستاذ والدكتور ومنصة أريد على هذه الفرصة، وتحياتي لكم جميعا. نعم نعم شكرا أستاذ بوحين على هذا التحليل. إذا شكرا للجميع، الشكر موصول أيضا لجميع المتدخلين في هذه اللمة العلمية، أحطتم بالرواية من جميع الجوانب، ذكرتم وحللتم التيمات الخاصة بالرواية من حيث العنوان، دلالة العنوان، من حيث اللغة، اللسانية، كل شيء. شكرا جزيلا لكم، وأعطي الآن الكلمة. أشكر أيضا الحضور الكريم على رأسهم الأستاذة فاطمة السلامي، أستاذ الحراق، هناك عدة أساتذة معنا، شكرا جزيلا للحضور الكريم. الشكر موصول أيضا لمنصة أريد العلمية. أعطي الآن الكلمة للأستاذ منير بن رحال. شكرا أستاذة خديجة، تسمعونني جيدا؟ نعم الصوت واضح أستاذ. أود أن أعبر عن سعادتي الغامرة بالاستماع بكل دقة وبكل حب لهذه المداخلات العلمية الرصينة، بدءا بمداخلة الأستاذ رزيق والأستاذة
صابيري واستاذ يونس واستاذ عبد الكريم وكذلك استاذ مهدي. يعني القراءات كانت شامله لكل مراحل الكتابه لهذه الروايه. في الحقيقه يعني اخذت هذه الروايه اكثر من 9 سنوات، يعني منذ عملي الاول الذي هو شمال الروح للربيع اخر. وهذا التاخر في الكتابه في الحقيقه يجعل العمل يخرج على نار هادئه، بمعنى لا يكون كابورتي، بمعنى جاهز للاكل وللهضم. فهي روايه يعني من الدسم، بحيث تجد فيها بعض الحب وبعض السياسه وبعض التاريخ كما ذكر الاستاذ ابراهيم اخيرا. فالروايه في الحقيقه هي كتابه للذات وللتاريخ وللعالم ولكل شيء. فهي كتاب مفتوح، وانا صوغته على شكل قواعد عبر 25 فصلا، اكثر من 250 صفحه. يعني تناولت ما بين 1975 الى 2018 كل الاحداث التاريخيه الكبرى التي اسست التاريخ العالمي، بدءا بالحرب الخليج، مرورا بوفاه عدد من الزعماء الكبار مثل الراحل الملك الحسن الثاني الذي حضرت شخصيا لجنازته، وكانت يعني لحظة مؤثرة بالنسبة لي، ولذلك قررت أن أبدأ بها هذه الرواية. ربما تشاركت مع المارية في هذا الحدث الفاصل الذي أعتبره حدث فاصل، لأن الملك الراحل الحسن الثاني كان له تأثير عالمي وليس فقط عربي. هو كما يوصف الزعيم الحكيم الذي قدر واستطاع أن يمر بالمغرب وبالمنطقة العربية إلى بر الأمان في عدة مراحل. ربما تدخله في القضية الفلسطينية وتأسيسه لبيت مال القدس أحد هذه المعالم التي لا يزال يترحم الناس به وبها عليه، ثم موت أو إعدام صدام حسين إلى آخره من الأحداث. فنحن نتحدث عن رواية تاريخية أيضا، وليست فقط رواية لها أبطال ولها أحداث ولها نهاية. فأختم بالتوصيات. بالنسبة للتوصية الأولى، أنا أتمنى من منصة أريد أن تحتضن هذا العمل، أن تخرج هذه الأوراق العلمية في شكل كتاب جماعي، وأن تصبح هذه السنة الحميدة، وهي جلسات قراءة الرواية أو روايات مختلفة أو كتب مختلفة، تصبح سنة حميدة نقوم بها كل ما تمكننا من ذلك. هاتين هما توصيتين اللتين اريد ان اختم بهما. اذا الكتاب الجماعي الذي يضم هذه الاعمال، ثم عقد جلسات لكتاب اخرين عبر العالم عبر منصه الي. فانقل لك الكلمه استاذ خديجه. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ منير بن رحال على هذه الجلسة العلمية المتميزة. نتمنى أن تكون عادة في لقراءة جميع رواياتك على منصة أريد، على منصة أريد العلمية. شكرا إذا نعم، شكرا، مرحبا أشكرك. أستاذ، عفوا أستاذ الفاضل. إذا من لديه أي مداخلة، أي استفسار فليتفضل قبل أن نختم وأعطي الكلمة للأستاذ صفا محمد علي شيت. جزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل من شاركنا من الأساتذة الأفاضل، ولسعادة الدكتور منير بن رحال، ولسعادة الأستاذة خديجة علالي على حسن إدارة هذه الجلسة المميزة. بارك الله بجهودكم جميعا ووفقكم لكل تميز وإبداع. والآن أعزائي الحضور، مع فقرة المداخلات والمناقشات لحضراتكم، يرجى التفضل برفع أداة اليد لإعطائكم صلاحية المشاركة بفتح أداة المايك أمامنا على الشاشة. نأخذ مداخلة الأستاذة فاطمة. تفضلي أستاذة فاطمة، بإمكانك فتح المايك.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. فقط مداخلتي هي تهنئة للدكتور والأخ عزيز منير برحان، أهنئه على هذه القراءة الممتعة بوساطة هذه المنصة العالمية المتميزة. أهنئك كثيرا الأستاذة خديجة على إدارتك الرائعة، استمتعت كثيرا بهذه القراءات. ومنير، أستاذ منير، اكتشفت فيه الروائي الرقيق المبدع، وعهدي به لساني يهتم بدقائق اللغة العربية، وإذا به أكتشف هذا الجانب في شخصه، فهنيئا له. هو شخص متعدد تخصصات، متعدد اهتمامات، وفوق هذا وذاك رجل يتميز بخلق حميد، فهنيئا له ومزيدا من العطاء والتميز. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكرك أستاذة فاطمة على هذه المداخلة القيمة، شكرا جزيلا لك. نعم، تفضل سعادة الدكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر الدكتورة سلامي على هذه المداخلة، وبطبيعة الحال هي يعني تاج فوق راسي، وأنا مدير في مساري العلمي، فأشكرها على هذه المداخلة، وإن شاء الله أعدها بكثير بحول الله قريبا. نعم. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور. نعم، مرحبا. مداخلة أخرى، هل يوجد أي مداخلة أو استفسار؟ نعم، شكرا جزيلا لك دكتور. مرحبا. نعم، حضورنا الكرام، لم يوجد أي مداخلة. نعم، مداخلة الأخت فيروز، تفضلي، بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أشكركم على الدعوة لهذه الفعالية. أنا زميلة أستاذ الدكتور منير برحال، ومن قرائه الناهمين، يعني يمكن قريت ليه كل ما كتب يمكن تقريبا، وأود كمان أن يعني كذلك أن أشهد بأخلاقه الحميدة، ونحن فخورون أننا زملاؤه في الشغل، ونتمنى له التوفيق دائما وأبدا. دمت متألقا أستاذ منير بالرحال، ودام إبداعك، وأنت كذلك إنسان موهوب يعني على مستويات كثيرة، بالشعر أو بالرواية أو بالسرد أو بالكتب يعني السياسية أو الكتب الوثائقية، ونحن يعني سعداء يعني كزملائه، يعني وفخورون به وبتواجده معنا في الجامعة، ودام تألقك، وشكرا لكم جميعا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا. شكرا لك أستاذة فيرو. نعم، تفضل دكتور. شكرا سيدتي، أشكرك أستاذة الدكتورة فيروز على هذه المداخلة، وأنت تتقاطعين مع شخصية الرواية، كنا تحدثنا عن هذا. يعني ربما أنا كتبت هذه الرواية لنساء العالم ككل، وربما عبر منصة أريد قد تجد لها قارئات نهمات مثلك أستاذة فيروز، لأن ماريا وهي البطلة هي درس لكل امرأة، درس لكل امرأة، لا شيء يقدم بالمجان. أي امرأة تقدم يعني حبها وقلبها بالمجان فهي تتندم كثيرا. ربما ماريا هي درس لهؤلاء النساء اللواتي هم يعني ضحايا في الحقيقة، ولكن إذا قرأوا الرواية أظن سيتعلمون درس جيد جدا. أظن أن أستاذة فيروز قرأت وتعرف عن ماذا أتحدث. شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا للدكتورة فيروز على مداخلتها. تفضل الأستاذ صابر، بإمكانك فتح المايك. مرحبا للجميع، الصوت مسموع أستاذة؟ نعم، مسموع، تفضل.
على أي، شكرا على هذه اللمة الأدبية والأكاديمية البادخة والجميلة جدا، والمداخلات كانت كلها في مستوى أكاديمي رائع. ثم الرواية، الدكتور لم يخطئ عندما اختار لروايته عنوانا مركبا، فهي إشارة دلالي على أن طبيعة الحكي سيكون حكيا مركبا تتداخل فيه مجموعة من السياقات التي تحدث عنها الأستاذ رزيق وتحدث عنها المتدخلون أيضا. إذا طبيعة العنوان أيضا كما أسلف المتدخلون الذكر في ذلك، بأن له إشارة قوية إلى طبيعة المثل الذي سيكون القارئ أمامه، فقد كسر ذلك الانتظار المنطقي الذي يمكن أن يجيب عنه للوهلة الأولى. فعندما قال الأستاذ بأن الرواية تداخل فيها ما هو تاريخي وما هو سياسي، تداخل فيها مجموعة من السياقات، فهذا يضعنا ضمن الرواية الحديثة ورواية التجريب الذي داع فيه صيت طويل وصيت كبير لمجموعة من الكتاب، خاصة نذكر بالذكر طبعا الأستاذ أحمد توفيق وغيره من الأساتذة الذين كتبوا روايات تداخلت فيها مجموعة من الأحداث. والروائي ينجح في كتابة رواية بالطريقة التاريخانية الجديدة، وعندما ينجح في استغلال المعطى التاريخي ويخرجه من التأريخ إلى ما هو أدبي. إذا الدكتور منير بن رحال قد نجح في ذلك، وقد كان جامعا ملما لما هو لغوي وما هو أدبي وما هو تاريخي، فبارك الله في علمه وعمله، ولنا كامل الشرف أن نتقاسم معكم هذه الجلسة وهذه المداخلة. شكرا. شكرا جزيلا لك أستاذ صابر على هذه المداخلة القيمة، بارك الله فيك. نعم تفضل دكتور. بارك الله فيك. أشكر الأستاذ صابر على هذه المداخلة. أريد أن أقول شيء، ربما كنت أريد أن أجمع يعني جماع قولي، فأقول أن الكتابة هي لعبة تكسير كما قال دكتور أستاذ صابر. فأنا أكسر، عندما أكتب أنا أكسر القواعد الجاهزة وأخرج من الصندوق. هناك صندوق فكري أريد لنا كبشر أن نفكر داخله، فالكتابة هي نوع من الخروج من الصندوق. ربما أنا أخرجت كثير من الأفكار، المرأة التي يتحرش بها الرجل وتسكت، أظن أنها تفكر داخل الصندوق. يجب أن تصرخ وأن تقول ما جرى. نحن في المجتمع العربي ما زلنا نقول لا عيب لا عار، لا يجب أن نتحدث. الحديث أظن بصوت عالي كان شعار هذه الرواية، وكسرت قواعد كثيرة. ربما حتى لدى روائيين آخرين درجوا على أن يعطون دائما الصورة الجاهزة للمرأة أنها المستغلة الضحية. لا، ماريا ليست ضحية، فهي صنعت فعلا حياتها وفعلا استحقت الجائزة التي أخذتها في الأخير، وهي العودة إلى الحياة التي تريد مع مامون الذي كانت تريده وفعلا حصلت عليه. ففعلا سيجدنا الحب حينما نريده وليس حينما ننتظره. هذا ما لدي. شكرا جزيلا لك دكتور، بارك الله فيك. نعم هل يوجد مداخلات أخرى أعزائي الحضور؟ نعم تفضل دكتور. قبل أن نختم، أود أن أشكر كل الأساتذة الكبار الذين حضروا لهذه الجلسة عبر الإنترنت. أستاذ حراق من بلجيكا أحييه كثيرا، أستاذ سلامي من المغرب، وكذلك الأساتذة الكرام من كل مكان الذين لا أعرف أماكنهم. وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل، خصوصا من منصة أريد. أشكر دكتور عدنان، وكذلك دكتورة صفاء ودكتورة هند الذين واكبوا الإعداد التفاصيل هذا اللقاء. ليس من السهل، ربما يبدو سهلا هذا البث المباشر الآن، ولكن هناك جهود، هناك عمل لشهور ربما من قبل رمضان. أليس كذلك أستاذة صفاء؟ يعني قبل رمضان ونحن نهيئ لهذا العمل ربما أكثر من نعم دكتور. شهرين، نعم أكثر من شهرين ونصف من العمل من أجل هذه الجلسة التي إن شاء الله تتكرر مع كتاب آخرين، مع أدباء آخرين وكاتبات وأديبات آخرين بحولنا. أشكركم. شكرا جزيلا لك دكتور، بارك الله فيكم على جهودكم القيمة والرائعة، شكرا جزيلا لكم. يا سلام عليكم.
نعم، ونتشرف ونتطلع إلى هذه الجلسات الحوارية القادمة إن شاء الله معكم، ونشكر جميع الأساتذة والحضور الكرام على حسن المداخلات القيمة التي شاركونا فيها، وننتقل معكم حضورنا الكرام إلى سعادة الأستاذ عدنان قلعجي ليشرح لنا تفاصيل كيفية تحميل شهادة الحضور لهذه الجلسة. تفضل أستاذ عدنان، معكم الصلاحية. شكرا أستاذ صفا، بارك الله فيكم على هذا التقديم الرائع وعلى الإدارة الجيدة للندوة والجلسة، بارك الله فيكم ونسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم. وكل الشكر موصول إلى جميع الأساتذة الأفاضل الذين أتحفونا بهذه المحاضرات وهذه المداخلات الرائعة، والشكر أيضا موصول لسعادة الدكتور منير بن رحال، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، تم وضع رابط الشهادة والحضور لهذه الجلسة الحوارية في الشات، وأيضا لمن يعني يستصعب عليه الأمر فسنشرح إن شاء الله سوية طريقة الحصول على الشهادة. نعم طبعا من شروط الحصول على الشهادة أن يكون الشخص مسجلا في منصة أريد العلمية، ويجب أن يكون عضوا فيها. فبالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة، فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول ينتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة. أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة، فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد، فيتطلب الأمر بضع معلومات، منها الاسم باللغة العربية والإنجليزية، وأيضا بريد إلكتروني فعال وتأكيد البريد الإلكتروني، وكلمة المرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم بعد ذلك الضغط على التسجيل، زر التسجيل. تأتي أو ترسل رسالة تأكيد إلى البريد، فبمجرد الضغط عليه أصبح إن شاء الله أعضاء رسميين في المنصة. وننتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة الرئيسية التي تظهر أمامكم، هذه الصفحة الخاصة بالمنصة. نختار من الطرف الأيمن للشاشة نظام عليم، نختار نظام عليم، نضغط على الرابط فننتقل مباشرة بعدها إلى أقسام نظام عليم التي تظهر أمامكم. نختار منها المحاضرات القادمة، فبمجرد الضغط على المحاضرات القادمة ننتقل إلى الصفحة الخاصة بالمحاضرات التي ستقدم إن شاء الله في الأيام القادمة والتي تظهر أمامكم. نختار منها المحاضرة أو الجلسة الحوارية التي نحن بصددها، قراءات في رواية سيجدك الحب حينما لا تتوقعه. نضغط على الرابط فننتقل إلى الصفحة الخاصة بالمحاضرة أو الجلسة. نقوم ولأجل إصدار الشهادة، طبعا أولا يجب التسجيل في الجلسة، ومن ثم نقوم بتحديث الصفحة، فتظهر أمامنا إصدار الشهادة باللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية. بالضغط على هذه الأزرار نقوم بالدخول إلى صفحة التحميل الخاصة بالشهادة، فبإمكاننا أن نضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية. طبعا الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار، ولمن كان لديه العضوية الاحترافية فبإمكانه الحصول على الشهادة مجانا. نعم أحبتنا الكرام، توجد الشهادة باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة العربية. وأيضا ننبه إلى أن طريقة التعبئة الرصيد، نضغط على علامة الزائد في الصفحة الشخصية لكل عضو من طرف الشاشة الأيسر الأعلى الأيسر، نضغط على علامة الزائد فننتقل إلى طريقة تعبئة الرصيد، ومنها عبر أعضاء أريد أو عبر البطاقة الائتمانية أو شركاء الحوالات المالية التي توجد في كل دولة تقريبا، أو عبر الويسترن يونيون. وكما يوجد فيديو خاص بطريقة شرح تعبئة الرصيد. نعم أحبتنا الكرام، هذه هي إن شاء الله طريقة الحصول على الشهادة. وأيضا ننوه وننبه إلى أنه إن شاء الله غدا
سنقوم برفع المحاضرة أو التسجيل لهذه الجلسة الحوارية على منصة أريد في اليوتيوب، وهذه هي الصفحة الخاصة بالمنصة التي تظهر أمامكم وتظهر فيها جميع المحاضرات والفعاليات والورش التي قدمت في الأيام الماضية. بإمكانكم أحبتنا الكرام الاطلاع عليها وأيضا الاشتراك في القناة. نعم أحبتنا الكرام، هذا مختصر إن شاء الله أو لطريقة شرح الحصول على الشهادة. والكلمة الختامية مع الأستاذ صفا، فلكم الكلمة أستاذ صفا، تفضلي. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان قلعتشي، بارك الله بجهودك وهذا الشرح التفصيلي الرائع، بارك الله فيك. وننتقل إلى مقولة أخيرة لجبران خليل جبران، حيث قال: إن الرواية هي جسر يربط بين الفكر والواقع، والحب هو لغة تحاكي القلوب وتتجاوز حدود الكلمات. وصلنا معكم حضورنا الكرام لختام جلستنا الحوارية المميزة لهذا اليوم، حيث كانت رحلة مشوقة ومحفزة، وتعلمنا أن الرواية هي الجسر الذي يربط بين خيالنا وحقيقتنا، وأن الكلمات لها قوة تحرك العواطف وتخلق لنا عوالم جديدة، لنحمل ما تركته الرواية من العلم في نفوسنا، ولنمضي قدما، ولنفتح آفاقا جديدة أمامنا لتطوير الواقع. شكرا جزيلا لكم على مشاركاتكم الفعالة والممتعة في هذه الجلسة، وندعوكم للاستمرار في التعرف على عوالم الأدب والروايات والعلوم المختلفة لتحقيق التغيير الإيجابي في عالمنا، برعاية منصة أريد الدولية التي تقدم لنا كل جديد ومفيد. وندعوكم لمتابعة مواقع المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل جرس التنبيهات لمتابعة مواقع الفيسبوك واليوتيوب والتليجرام وباقي المواقع، ليصلكم كل جديد من الأنشطة والفعاليات. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونختم بدعاء المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم متألقين ومبدعين. شكرا جزيلا لكم. شكرا، إلى اللقاء.